عبر صوت بيروت انترناشونال اس بي اي والال بي سي اي مساء الخير مع كثره الفيديوهات المتناقله يكثر الشك ويكبر حتى يستحيل على عاقل ان يقتنع ان الاطراف لم تكن مستعده لشراره وتعمل على مدها بوقود الجهل والاحتقان المبرمج فلو شاء العاملون على سكه ابع القاضي بطار لو شاءوا فعلا تجنب اي احتكاك بالخصوم لسيروا انضباطهم الى جانب المشبعين فائضا من القوه والمختمرين بنشوه الفوقيه ولسلكوا شوارع بعيده عمن يمكن ان يستفز مسيرتهم وهتافاتها وقد سبق وفعلوها ثم لماذا الاصرار على دخول احياء لا توصل الى العدلي بل الى زواريب الاقتتال اما الطرف المقابل ان كنتم فعلا وهذا ما يجب ان يظهره التحقيق استفزيتم المسيره واستجلبتموها الى شوارعكم او نصبتم لها كمينا او قنصتم امنين في منازلهم فالكمين نصبتموه لنا جميعا والقنص في قلوبنا ولاوجاعنا ولمستقبلنا ولعيشنا الذي نريده واحدا خصوصا اننا اليوم نستميت على كل لحظه كي نسرع في عمليه النهوض بينما الان دخلنا في شلل حكومي قد لا نخرج منه الا والاضرار الوطنيه والاقتصاديه اكثر فداحه. اما لمن لا ينفك يذكر اللبنانيين بالجزمه الاسرائيليه فله كلمتان نحن ننحني امام كل قطره دم سالت لتحرير الارض من الاسرائيلي وغيره لكن البعض مشكلته ليست مع الجزمه بل مع جنسيتها. المحزن ايضا ان يتحدث رئيس الحكومه عن تركيز المدافع وعن اسلحه مدمره جديده وكان ثروه لبنان النفطيه تسرق من الطيور ومحيطها فيما لبنان يحتاج كل نقطة منها ألهذه الدرجة تمكن الحكام من غرز الحقد في النفوس؟ ألهذه الدرجة صار الهتاف بحياة الزعيم أغلى من الروح؟ معقول بعد في ناس بتردد عبارة بالروح بالدم نفديك يا فلان وبعدين شو هي القضية؟ كم نايب زيادة؟ بعد ما تعلمنا أنه لبنان بلد لا غالب ولا مغلوب وبالنتيجة رح تخلص الأمور بعفى الله عما مضى قد يكون مفهوما التطاحن من أجل مشروع سياسي أما التطاحن تحت عباءة الدين فليس سوى أفيون المغفلين انظروا إلى الماضي القريب والبعيد كيف كانت تنتهي الأمور بلحظة إرادة خارجية ما حدا بيوقف بوجه لهذا السبب يجب الاستفادة والبناء على ثورة 17 تشرين وروحها لأنها فتحت مجال للانتقال من عصر الزعيم أو الحزب الذي يحمي إلى حقبة المشروع الذي يعيد المواطن إلى الدولة التي هي وحدها ما يجب أن يحمي أما إذا كان الضغط في الشارع واحدا من محاولات إزاحة القاضي بطار فتذكروا أن القاضي يطبق القوانين وليس هو من سنها تذكروا أن القاضي بطار هو قاضي تحقيق أما الحكم النهائي فللمجلس العدلي وتذكروا أن للقاضي حقا في الاستنسابية أو تقدير الوقائع يعني ترتيب الأدلة وتراتبية المشكوك بهم أو الشهود والاستنسابية هنا ليست تسييسا إطلاقا فيما الشك يصبح مشروعا بعد صدور القرار الظني أما المتحدثون عن دجل وفبركة وبأن المحقق لازم يخلي التحقيق مجال استثماري حتى يعني ما لازم يخليه مجال استثماري حتى ما يوتر العالم وحرضة ضد بعضها يعني عمليا المطلوب يشتغل أبو ملحم بجريمة حصدت 220 ضحية وألاف الجرحى والمشردين تذكروا أن المدة عليه ليس له أن يشترط على القاضي المواد التي يدعي عليه بموجبها هذا إذا كنتم فعلا تؤمنون بالدولة لا بهدمها أو بالإمساك بكل مفاصلها ولو من المعابر غير الشرعية على مختلف أنواعها في هذه الحلقة نستقبل وزير الدفاع موريس سليم وسينضم إلينا طبعا بعد لحظات من مسيك عميد ومنرحب بضيوفنا بذات الوقت كمان بالستوديو المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صغي مساء الخير والاستاذ المحاضر في قانون الضرائب المالية العامة المحامي كريم ظاهر كمان من مسيك المدير التنفيذي لحركة سوا للبنان سعيد صديقي مساء الخير العضو المؤسس في أكت سامي صعب أهلا وسهلا صحيح. حضرة الوزير مساء الخير استاذ ماريو لك كل ولضيوفك كل وللمشاهدين يا هلا شرفت ما حصل يوم الخميس هو كمين كلا هو مش كمين اللي حصل يوم الخميس هو حادثة مشؤومة حادثة ما كنا منحب أبدا إنها تحصل ظروف حصولها أكيد صارت في تداول كتير فيها ولكن يبقى تحديد الحد النهائي والصورة النهائية للتحقيق يلي هو جاري حاليا ويعتمد على كل الاثباتات والوقائع يلي بتوضح الصوره المتكامله وبتحدد المسؤوليات في جرى طيب عبيد الجيش جرب يمنع دخول المتظاهرين الى الاحياء الفرعيه مره اثنين بالثالثه نجحوا هل كان في اصرار بالدخول الى الاحياء الفرعيه الحقيقه ما عم نحكم على النوايا نحن بنحب نتعاطى مع الوقائع. نعم. وخريطة الوقائع عم يرسموها المحققين. من هيك بنترك هالصورة هيدي تتكامل خريطتها بناء على كل المعطيات الموجودة بين ايديون واللي هي مثبتة بواسطة الوسائل المختلفة وابرزها الكاميرات والشهود والمشاركين. طيب. نتأمل إنه هالموضوع هيدا يتوضح. ويكون بالاخر صوره واضحه امام اللبنانيين لحتى يعرفوا هالمسار هيدا ليش حصل بهالطريقه وكل من هو مسؤول بهالمجال وتسبب باي ضرر خلي يوصل للحساب يلي بيستحقه حضرتك عم بتقول انه رح نترك للتحقيق مجرى ونحن بنحترم اكيد وخصوصا لما بيكون بين ايدين الجيش بس فيني اعرف من حضرتك ليش المسيره انحرفت عن خط المرسوم ليش دخلت الاحياء لجوا؟ نعم هيدا اللي عم قوله انه ليش انحرفت هيدي رح تطلع بنتيجة التحقيق يعني انا اي شيء بقول لك إيه هلا نعم منكون عم نخمن طيب بفضل استاذ انه التحقيق واطاره هو يكون القناة السليمة والطبيعية حتى نطلع بكلام نهائي وثابت بهالمجال هيدا طيب خاصة اه انه اليوم بالتحقيق في عنا عشرين عشرين موقوف ودائما الاعترافات والاثباتات رح بتساعدنا اكثر حتى ناخذ صوره جليه لا غير قابله لاي شك او اي انتقاص من مشهد العام. عميد في سؤال كثير كبير اليوم بالشارع اللي بينبع من محبه مش من شك لا سمح الله وهو انه هل يعقل الا تكون اجهزه الاستخبارات بالجيش اللبناني وبفرع المعلومات مش عارفه انه ممكن يصير احتكاك بشوارع مثل هالشوارع اللي عاده بيصير فيها احتكاكات؟ تعطيك جواب صريح وصادق الاجهزه الامنيه عملت كل واجباتها الاجهزه الامنيه وبسميلك مديريه المخابرات حصرا اتصلت مثل ما هي العادي يعني نعم بكل القوى السياسيه اللي موجوده بالمنطقه دعم. وكل من هو معنى بحضوره بالمنطقه كل الاطراف السياسيه كانت عم تاكد انه ما حدا عنده اي نيه لا لانه تكون المسيره ذات اتجاهات سلبيه ولا انه يكون حدا يعترضها وعنده اي نوايا سلبيه بالعكس الكل اكدوا انه ستكون هذه المسيره مسيره ديمقراطيه احتجاجيه تروح على قصر العدل وتعبر عن رأي الناس يلي عم بيشاركوا فيها وهيدا حق ديمقراطي بيحفظوا القانون وبتحفظوا القوى الأمنية لأن هي مكلفة بحماية الناس ونحن أهلنا دايما منأكد أنه دايما لما يعبروا ديمقراطيا الجيش والقوى الأمنية كلها بتكون أكيد من واجباتها أن تحفظ سلامتهم وتحفظ المسلك المسار يلي هن متوجهين عليه حتى يوصلوا على المنطقة بس مش محددة للتجمع النهائي وللتعبير عن هذا الحق الديمقراطي بس مش هيك لأسف صار للأسف للأسف انه صار بهالمرحلة هيدي نعم هي عم بقول لك للأسف انه بهالمرحلة المرحلة على هالمسار نعم صار بعض الانحراف إلى شوارع فرعية وأدى إلى ما أدى إليه والشيء يلي نحن أكيد ما كتير كنا نتمنى انه يحصل عميد بكل صراحة هل تعرضت الأجهزة الأمنية لخديعة؟ فضل من فضل الأطراف السياسية اللي اتصلتوا فيها، هل خدعتم؟ لا أكيد أنا بقول مش مش لخديعة مش لخديعة بس التحقيق رح يبين سبب هالانحراف المفاجئ أو هالحركة المفاجئة اللي أدت لما أدت إليه من أحداث كمان نتأسف إنها حصلت وبنتاسف كمان امام ارواح الضحايا البريئه يلي سقطت وبجدد تعزيه لذوي هؤلاء الضحايا وبجدد كمان الرجاء انه الجرحى المصابين كمان يشفوا باقرب وقت ونقدر نتخطى هذه الازمه اللي حصلت عميد حضرتك بتعرف انه يعني في وزير بمجلس الوزراء قال انه الخميس رح بتشوفوا شيء شيء جديد على الارض هيدا واحد اثنين من بعد هيدا الكلام انت بتعرف انه اكثر مني انه بالشارع المقابل صار في استعدادات وقد تكون الاستعدادات عسكرية إذا أنا غلطان صلح لي هيك صار مزبوط التعبئة, التعبئة النفسية دائما أي كلام ممكن يكون من هالنوع ولكن شيء ما شفتوه أنا بستبعد جدا أنه يكون أي وزير قصد بأنه الكلام هيدا بيقصد فيه هي انه يحصل استعمال العنف واللجوء للسلاح ما بعتقد انا بستبعد هذا الشيء وكمان هذا كله التحقيقات بعدين ممكن تبين ولكن آه لا انا ما بميل اني انسب هالكلام هيدا لي ما حصل وبالتالي اربطه باعمال العنف اللي شاهدناها والضحايا اللي وقعت طيب هل كان في النصين على اسطح الابنيه اسطح الابنيه لحد هلا كمان هيدا التحقيق والتوقيفات هي اللي بتثبت نهائيا اذا كان في قناصين، اما انه حصل اطلاق نار فمش ضروري يكون على سطح الابنيه، ممكن اطلاق النار يكون حصل من اي مكان اخر، وادى الى ما ادى اليه من وقوع ضحايا، اكيد ما فيني اجزم ولا انفي بوجود القناصين او ما يسمى القناصين يعني بتعرف قناص له مواصفات معينه عاده آه هيدا الموضوع كمان هو باطار التحقيق طيب. من هيك نحن ناطرين حتى الصوره تنجلي كلها وبالوقائع والاثباتات يلي بعد في مجال لضحده آه معليك آه عم بتقول انه او بالاحرى باليومين الماضيين شفنا فيديوهات تقريبا كلها سوا انا على القليل ما وصلني فيديوهات كلها سوا من طرف واحد مش غريب انه ما يكون في فيديوهات من طرف ثاني هيدا موضوع له علاقه بالتصوير يعني ما فيني انا حدد انه ليش وضع هالفيديوهات كان هيك ما عندي ما عندي حقيقه جواب قاطع على هالموضوع هيدا الفيديوهات بتصور كانت موجوده من عده اتجاهات بس ما فيني جاوبك تقنيا عليها طيب مديرية المخابرات بتقول انه قبل بليلة في اشخاص اجوا من مناطق اخرى من مناطق تانية للمشاركة بالتظاهرة بالمسيرة أديش هيدا الشيء كان ممكن يشكل حافز إضافي للقوى الأمنيه من أجل اتخاذ إجراءات أقصى من يلي اتخذت الحقيقه الجيش كان موجود بشكل كثيف وكان في إجراءات ولكن الحجم الأكبر من القوى العسكريه كانت موجوده بمكان إقامه الاعتصام والتعبير عن الرأي اللي هو بمحيط قصر العدل أما على الطريق فكان في قوى منتشرة وما في إمكانية أنه بنفس الكثافة تكون على كل الطرقات لأنه المسيرات دايما عم تحصل بمناطق عديدة ومختلفة من البلاد ودايما المقصد عم بيكون مع كل هاي المسيرات المقصد هو نقطة التجمع النهائية هونيك كان في قوى أمنية كافية وزيادة أما بي على مسار كل الطريق وكل المفارق وكل الأحياء الجيش بالظروف الحالية وبالانتشار الواسع على كامل الأراضي اللبنانية ما عنده طيب. الأعداد الكافية تكثف على كل مفرق وعلى كل طريق ومن هيك الجهد الرئيسي كان محطوط في مكان محدد والطرقات الفرعية الثانية كان في عسكر ليراقب ووجه ويتاكد انه هالمسيره بتكفي طريقه بس العسكر ما فينا نحطه بشكل انه يقدر يواجه مجموعات كثيفه من البشر تقدر تفوت على شارع معين او اه تغير مسار يعني عمليا كان مفترض القوى الامنيه تكون عم بتساعدكم قوى الامن الداخلي ما كانت القوى الأمنية كل واحد كل واحد من القوى الأمنية كان عندهم قطاعات وقطاع مسؤولياتهم بهالعملية به أكيد بس أنا اللي عم أقوله إنه بشكل عام ما فيك تفترض انه في مسيرة رايحة تعبر ديمقراطيا وبدك تنشر عسكر على كل المفارق اللي هي كتيرة بقلب مدينة نحن على كل هالمفارق تحط قوى قادرة تواجه اي حركة شعبية بمجموعة كبيرة حابين والله لسبب ما يفوتوا بهالشارع طيب أه معليك بالنسبة ايضا للجنرال جوزيف عون بلشت اليوم المطالبات بعض المطالبات باقالة قائد الجيش انت باجوائها الحقيقه بستغرب انه يكون في مطالبات باقاله قائد جيش مثل عماد جوزيف عون. القائد جوزيف عون على راس هالجيش حفظ البلد ولا يزال واجه الارهاب واجه الارهاب على الحدود وواجهه بالداخل قوى الجيش بقيادة العماد جوزيف عون تقوم بالدفاع عن الحدود وتقوم بحفظ الأمن بالداخل ومحاربة كل هيدي القوى يلي عم تشكل خطر على أمن البلاد وعلى أمن الناس طيب. العماد جوزيف عون قيادته للجيش أثبتت كفاءته ونزاهته ومصداقيته ومصداقيته عند الشعب اللبناني وعند كل المسؤولين وفي الداخل وفي الخارج معروف أنه قائد الجيش يقوم بدوره بشكل مميز حقيقة هذا ظلم أو ما بعرف شو بدي سميه سمي. من حدا بيطالب بإقالة قائد جيش هل أدي صار لاعب هل أدي صار لاعب أدوار قيادية ناجحة بظروف حافظ على مستوى الجيش وأهليته للقيام بالمهمات برغم كل الظروف الصعبة اللي تتحدى البلد وكل الظروف الصعبة يلي عم بتواجه بيت. العسكري نفسه من فرد حتى مستوى ضابط نعرف اديش الازمة المعيشية اديش الازمة المالية مأثرة على العسكريين ورغم ذلك بتلاقي انه الروح المعنوية العالية بين العسكر والضباط ثقة بقيادتهم وعلى رأس القيادة العماد جوزيف عون قائد الجيش عم بيقوموا بمهماتهم طيب هن عم بيضحوا ليل نهار العسكري مش موظف العسكري ما بيشتغل كذا ساعة بمكتبه بحاله حاله العسكري منتشر على الطرقات وأدائه هو أداء بده كتير من الإيمان والجهد والحمد لله هيدا اللي عندنا إياه بعسكرنا طيب. عسكر من كل المناطق معليك. عسكر من كل الطوائف عسكر من كل الفئات والبيئات بتلاقيه متماسك بالعكس هذا بظل هالقيادة هو نموذج للوحدة الوطنية بتعرف قديش الجيش بيمثل عند الناس يعني اللي عم بيطالب بإقالته بضمير ما الناس ما بده وحدة إدي وطنية جيشنا الناس وبترتاح لوجوده مش كل ما حصل حادثة بمكان ما هيدي إلى طرق للمعالجة على المستوى الوطني وعلى المستوى القانوني على مستوى التحقيقات اللي بتجرى ولكن هيدي ما بتهز صورة جيش مثل جيشنا وعلى راسه قائد جيش مثل القائد الحالي لا لا يجوز هذا نحن اكيد ما بنقبله واكيد هذا غير مقنع لمعظم الشعب اللبناني هذه اصوات ما بعتقد ان اصوات بتعبر عن الراي العام مع ولا ولا عن ضمير شعبنا باي شكل من الاشكال بما تبقى لي من كم دقيقه مع حضرتك مش من اجل احترام الوقت اللي طلبناه منك اه اليوم اه النائب محمد رعد قال انه في الا يعني حساب القناصه هذا حساب حساب وحده وحضرتك من بعبدق أه. عم تسمعني طيب أه. سنعود لمتابعة الحديث مع الوزير وزير الدفاع أستاذ أه. نزار اللي صار بالطيونة بغض النظر التحقيقات رح بتبين الحق أمين هذا شو بيقول أنه خلاص انتهى شيء اسمه دولة لا بس كان في مشهد ذكرنا بالحرب الأهلية ذكر الأطفال أهالي الأطفال ذكر الناس تبع الاحياء ذكر بهيدا النفس تبع العصبيه اللي كان موجود على الطرفين ذكر بالدم يلي يلي سال وذكر اكثر شيء قديش في سلاح موجود على الطرفين والامر الثالث هو آآ آآ الدوله وين كانت؟ هل اخذت مثل ما كنت عم تسال حضرتك الـ الـ الاجراءات الوقائيه اللازمه؟ بتذكر لما كنا نحن نعمل مسيره اربع اب ومرينا قدام الامن العام كانوا مسكرين بالسياج لحتى ما حدا يهين كلمه الامين العام المدير العام للامن العام طيب لما بيكون في خطر وعم نحكي عن الرماني وحديث عن فتنه والى اخره وتجيش من ميلتين وعصبيه والى اخره وما بتتاخذ هيدا بعدين شو تعلمنا من هالشيء؟ كل مرة بنصير مشكل شو بنتعلم منه بيروح ضحايا وبنرجع بنكررها شو... يعني تحدث الوزير عن عن تحقيق بده يصير بس بالاخر انتهى عم بيمجد بالقائد الجيش مع كل احترام بس انه هيدا بدنا بدنا نشوف التحقيق شو راح يصير طيب. بالاخر طيب آه الوزير آه وزير الدفاع رجع معنا معاليك شفت سؤال آه استاذ نزار صغية يعني دائما نحن بنروح لتحقيق وما بنوصل لمحل فيك الليله توعد اللبنانيين انه موريس سليم سيخرج يوما ما على اللبنانيين ويعدهم بنتائج هذا التحقيق مهما كانت صعبة أكيد التحقيق رح يوصل للنتائج ورح يحدد المسؤوليات وحكما رح نكون ملتزمين بإعلان نتائج هذا التحقيق وتحديد المسؤوليات كما تترتب طيب. آخر سؤال أكيد. كان لحضرتك قلت لحضرتك انه اليوم النائب محمد رعد بيقول انه حساب القناصه هيدا وحدهم وما بعرف منين التانيين اللي عندهم حساب تاني، حضرتك كنت بعبدة وقلت انه المؤسسه العسكريه هي اللي بتحمي كل الناس، كيف رح تتعاطى مع هيدا التصريح؟ المؤسسه العسكريه حكما بتحمي كل الناس، والمؤسسه العسكريه هي اللي بتحاسب وقت اللي بيكون في قضايا آه، بنطاق مسؤولياته وبتجري التحقيق في ضوء ذلك هذا اللي عم نحكي عليه نعم آه، هل بتوافق عم حسابات اخرى هذا هذا موضوع هذا موضوع خارج خارج النطاق اللي عم بحكي فيه. طيب حكي. هل بت... بتوافق من قال انه اللي صار بنهار بي... الخميس هو سبعة ايار مسيحي لا سبعة ايار ولا غير سبعة ايار نحن احوج ما نكون للتضامن الوطني نحن أحوج ما نكون أنه نتضامن مع بعضنا للملمة جراح الوطن يلي صارت كتيرة لحتى نرجع نقدر نعطي أمل للناس ونعطي رجاء أنه هيدا الوطن بده ينهض أي عمليات وكلام من هالنوع هذا لا بيشفي ولا بيؤدي لمطرح بكفي هالبلد ما أصابه كلنا لازم نحط إيد بإيد لننهض بوطننا ونعيش مواطنين كلنا متساوين في الحقوق والواجبات أمام هذا الواجب الوطني وأمام شعبنا نحن ما بدنا نفصل محطات من هالنوع بالعكس أي محطة سبق ومرأت يجب أن تكون عبرة مثل ما تتفضل كنت قبل شوي نعم. أن تكون عبرة أن لا تتكرر وأنه يكون كل عمل منقوم فيه هو عمل إيجابي نحن بحاجة لطاقات كل شعبنا نحن بحاجة لتآخي كل شعبنا نحن شعب واحد لا يجوز إلا أن نكون بهالاتجاه طيب. حتى نحط بلدنا على مسار الخروج من أزماته والنهوض مجددا ليكون لنا مستقبل بين الشعوب معليك هل هناك توجه إلى إحالة القضية إلى المجلس العدلي؟ ما في ما في قرار بعد بهالموضوع هذا موضوع بيصير على مستوى السلطة التنفيذية طيب حضرتك سبق وتحدثت عن ضرورة استقلالية القضاء وضرورة احترامه ولكن بالمقابل لما طلب المحقق العدلي ملاحقة اللواء توني صليبة المجلس الأعلى للدفاع رفض إعطاء هيدا الإذن المجلس الأعلى للدفاع كان جاوب على هالموضوع بناءً للمعطيات يلي توفرت أمامه وباي معطيات جديده بتتوفر بهالاتجاه حكما المجلس الاعلى كمان بيرجع بينظر فيها ويمكن بعدين يكون في اذا في اسباب موجبه اكيد بيعطي الاذن بهالاتجاه بس ما عليك ما بتعتاد انه في حال يعني اذا, المح... إذا المجلس الاعلى للدفاع بده يقرر اذا بيعطي الاذن او لا يعني صار محقق عدلي اخر ألم يكن من الأجدى بالمجلس الأعلى للدفاع أن يلتزم بما يطلبه المحقق العدلي؟ لا المجلس الأعلى للدفاع عنده اعتباراته كمان التقييمية قدامه يعني ما لقى سبب حتى يعطي إذن بالمعطيات الموجودة من إيديه نعم. ما لقى سبب هيدا القرار اللي أنا بعرفه من هيك ما أعطى الإذن مش رفضا لإعطاء الإذن بس بهال بهالاطار يعني ايضا وزير الداخليه ما بيعطي الاذن وايضا مجلس النواب شاف انه النواب بيروحوا على المجلس الاعلى لمحاكمه الوزراء والرؤساء وبالتالي كل واحد عنده اعتبار وين بنكون صرنا الحقيقه هون هون عم عم نحكي بامور متعدده يعني وبمواقف مختلفه كل موقف له اعتباراته انا عم جاوب على المجلس الاعلى للدفاع بالذات انه هيدا المعطى المعطيات الثانيه ما عندي اطلاع عليها طيب بعد رح, تنعقد بعد, في مجلس وزراء بعد رح تنعقد الحكومه بعد في مجلس وزراء الحقيقة بمعرفتي أنا بدولة الرئيس وكيف عم يشتغل هو يسعى إلى أنه كل هالأمور هيدي هالأزمة اللي ولدت إنها تنحل بالطرق السليمة وأكيد لن ينعقد مجلس وزراء اذا في غياب مكون لبناني عن مجلس وزراء الشغل عم ينحق عمل بالسياسه على هالموضوع هيدا حتى كل اسباب عدم انعقاد المجلس تكون لقيت الحلول السليمه والمنطقيه حتى ترجع الحكومه تستانف عملها لانه امامها عمل كتير والوقت كمان ضيق بالنافذه المفتوحه من هيك السعي جاد وحثيث حتى يتوصلوا لحل وان شاء الله يكون بوقت قريب جدا مثل ما نحن شايفين على اي اساس الرئيس بدر الرئيس بري والثنائي الشيعي بدو ازاحه القاضي بيطار اعطينا اعطينا امل على اي سكه لا انا لا انا ما عم اقول ما عم نقول على اساس الازاحه لانه كل امور قابله للنقاش وقابله للتوصل بالاخر لحل ما ضروري يكون الازاحه هي الحل النهائي اللي على اساسه بيرجع بيجتمع مجلس الوزراء بالنقاش السياسي والمعالجات ممكن يتوصلوا لحلول مختلفه عن اللي عم نسمعها، ما في شيء اسمه حل واحد بالحالات السياسيه والديمقراطيه. قد ايه بتعتقد هالحل بده وقت؟ ما فيني انا اجزم هلا اكيد اللي عم يشتغلوا على الموضوع اكيد عندهم قدره اكثر انه يحددوا الوقت الزمني. اوكي. أه انا بعرف الاتجاه يعني. نعم. نقطة أخيرة التحقيقات خلال أيام خلال أسابيع أو قد إيه؟ التحقيقات ما حدا في حدد وقتها لأنه حسب شو بيتكشف معطيات وقد يتبع ذلك بعض التوقيفات كمان لأنه كمان الأجهزة عم تشتغل بعدها على موضوع كل ما استجد معطى أمامها أو اعترافات جديدة أمامها ممكن يكون في عملية توقيف إضافية لحتى الطال كل من هو متسبب أو له علي مسؤوليه تترتب بها المجال فهيدا بنترك الوقت شوي حتى مسار الامور يسلك طريقه السلطه السياسيه فيها تجيب كل الناس من وين ما كان السلطة الضابطة العدلية هي اللي عم تشتغل على الموضوع أكيد مش السلطة السياسية هلا والضابطة العدلية بوسائلها وبمعطيات اللي متوفرة لديها عم تشتغل عليها وبتوصل بالآخر للنتائج يلي التحقيق بيقدر ينختم على اساس شكرا لك وزير الدفاع موري سليم على هذه الاطلاله شكرا وان شاء الله يكون التحقيق قريب ويشفي غليل اللبنانيين بنتيجة شكرا شكرا لكم استاذ سعيد معركه المعركه اللي صارت خليني اسميها معركه نهار الخميس هي معركه اطراف ولا معركه سلطه بين بعضها ما هي معركه كان لابد منها بمحل فهي لما نحكي نحن اول شيء بدي اقول يعني الف رحمه على اللي توفوا واللي استشهدوا واللي هن بينزادوا على عديد ضحايا المرفأ، يعني ضحايا المرفأ صاروا 227 مش 220. بس انا لما احكي بمنطق المحاصصه، اساسا هاي المعركه قامت على منطق المحاصصه، يعني شباب من الثنائي نزلوا على الارض لانه ليش المد المحق العدلي استدعى بس من حصتنا ما استدعى من حصه الثانيين. المعركه صارت والاهالي او ما يسمى بالاهالي للي نزلوا وصار في هذا الاشتباك لانه فايتين على منطقه من حصتنا مش من حصتهم يا اخي هيدا النزلة على الشارع يا غلط بالضاحية مثل ما هي غلط بعين الرماني يا صح بالضاحية مثل ما هي صح بعين الرماني هلا هي صح مش تكون محل قدام العدلية هي صح تكون محل ما هي بس مش انه هيدا منطق انه اذا فاتوا على منطقتي لا ما فيني فوت على منطقتي انا بدي رد عليهم ما في منطقتي منطقتك فيا اما لبنانيه وانا ابن عين رماني مثل ابن عين طريق مثل طريق جديده، مثل ابن الشياح، يا اما ما في مواطن. مبدا المحاصصه للي هن رسخوه بذهننا وبوجداننا وبطريقه عملهم وبكل شيء عم بيصير، اكيد بده يوصل لهون. يعني انت لما تحط بنزين، حد، حريقه، اكيد بدها تولع. بس هيدا الشيء مش لأنه المنطقتين بمحاز على بعض، مش لأنه فات على الشارع وما التزم بالمسار. لأنه في حقن وهيدا الحقن للي بتتحمل بأول درجة الطبقة السياسية هي لأنه خسرت كل شيء. يعني لما تقعد أنت تقعد تناقش معهم فكر لفكر، خطة اقتصادية مقابل خطة اقتصادية، إيه أوكي ممكن هنيك توصل. خي لما هن ما قادرين ينقشوا لا اقتصاد، ولا اجتماع، ولا إنماء طب طبيعي بدهم ياخدوك على محل العالم للي طلعت من 17 تشرين عم بتصرخ ضده ما بتعرف تلعبه للي هو الحرب ما اللي نزلوا ب 17 تشرين ما بيعرفوا يعملوا حرب بيعرفوا يبنوا بلد صرخوا لانه بدهم يبنوا بلد ما بيعرفوا يعملوا حرب طب هن كيف بيربحوا بياخذوا العالم حتى نعمل حرب هيديك لعبتهم يعني استاذ كريم عمليا اللي صار هو لمصلحه كل الاطراف الكل استفاد مين الخسران الاكبر غير مش الضحايا مش طبعا واهاليهم مش كل الاطراف اللي... يلي استفاد هو يلي بالنسبة له وقت تشد العصب الطائفي هو بيقدر يستفيد وبيقدر يرجع يجمع حاله ويكون حاله لسوء الحظ يلي فيه يقولوا انه نحن دايما منجرب وبنوصل على مرحلة بدنا نعالج النتائج بدل ما نعالج الاسباب نحن مثل ما كان عم بقول استاذ سعيد معه حق نحن في اسباب دفينة وصلت للي نحن وصلنا له وين جربنا نحن نعالج هالاسباب؟ نحن اذا بنشوف المشهد في مشهدين، في مشهد على الطريق ناس ماشيين رايحين يتظاهروا، في مشهد بشارع فرعي. لا. بالمشهدين في معتدي ومعتدى عليه، بعد نحن ما بدنا نستبق ما بدنا نستبق التحقيق، بس بالتحقيق رح يبين وان شاء الله يبين النتائج. بس وين مشكلتنا نحن اليوم؟ نحن 17 تشرين عطت صوره جديده للشعب اللبناني. شعب طواك للمواطنية شعب طواك للتغيير شعب طواك للكرم لأنه شعب خلال سنوات وسنوات وما قبل الحرب كان دايما تحت أمرت أما تحت إذا بدك يعني يستجدي الزعيم لحديث ما يقدر ياخذ منه الخدمه البديهيه اللي مفروض الدوله هي تقدم له اياها. <applause> 17 تشرين وعي جيل جديد على نظره على فكره كون حاله فيها يمكن بعده طري ما قدر بعد وصل على المبتغى بس وصل على الطريق هلا الطبقة السياسية الموجودة خافت خافت لأنه حست أنه مصالحها بخطر والأخطر من هيك بالنسبة لها أنه هي خلال 30 سنة أقل و30 سنة وفينا نزيد عليهم 15 سنة حرب بالنسبة لأمر الحرب كانوا هن مرتكبين ومرتكبين على كافة الأصعدة مرتكبين عسكرياً أمنياً ماليا اقتصاديا ده. وقت انت بتجي بتهدد وجودهم بالحكم اليوم شو عم تعمل مش بس عم بتهدد وجودهم لانه هني متعلقين بالمراكز تبعهم عم تهدد وجودهم وجودهم بالمطلق يعني صارت حرب وجوديه بالنسبه لهم ما رح يتخلوا عن المراكز تبعهم لانه اذا انت وصلت وغيرت واقع الحال بدك تكشف كل شيء صار يعني اللي عم يصير بالشارع عمليا هو من اجل شد العصب من جديد وعدم السماح لهالشباب لهال بالافلات منهم والذهاب الى ساحات اخرى الى مشروع اخر نحو الدوله مبين انت عندك انتخابات بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر بلشت التحضير للانتخابات من اليوم ويلي صار حتى اذا الاشخاص يلي ما عملوها تبنوها لانه يمكن بمطرح ما بتفيدهم لهم وهيدي نحن لسوء الحظ المشكله اللي واقعين فيها اليوم والحل ما بيبلش بس بحل النتائج من القطنه شي اثنين اما ثلاثه بعدين بدي اسال سؤال طيب شفنا السلاح المتفلت يلي موجود انا بفهم انه في شخص على فرد بياخذ رخصه سلاح طيب بي 7 وار بي جي عندك رخصه سلاح للبي 7 والار بي جي كيف هالسلاح المتفلت والدوله ما عم تقوم بواجباتها هي مفترض قوى الامنيه هي تقدر تضبط هالموضوع ايا كان بيمشي بالشارع اليوم مع بي 7 اما ار بي جي اما سلاح اما رشاش مفروض القوى الامنيه تقوم بواجباتها الافلام يلي راحت على العالم كله واظهرت هالكم من السلاح المتفلت بين ايدينا العالم من الميلتين فرجه انه لبنان بعده ما طلع من حاله الحرب رغم 30 سنه وين وهمنا العالم انه نحن بحاله سلم بعد اتفاق الطائف نحن تبين انه خرجنا من الحرب نسينا الحرب وما سمحنا هيدي المشكله الكبيره ما سمحنا اللبنانية بين بعضهم ما سامحوا لأنه الزعمة بقولوا ما بدهم إياهم يسامحوا بعضهم لأنه هن مصلحتهم أنه يشدوا العصب الطائفي طيب سامي أنت من مجموعة أكت وأنت كنت صاحب حملة بلد عن ضايع طيب بشغلكم قدية بتعتقدوا أنه هالبلد رح يبطل بلد عن ضايع بعد قدية وقت سنة اثنين عشرة أول شيء أول شيء ماريو لازم نعترف أنه بلدنا ضاع ضايع عشان هيك مطلوب منا كلنا نرجع نلاقيه لانه اليوم المشهد اللي عم نحكي عنه كلنا اللي صار من كم يوم انا بسميها هيدي يعني انه صارت لانه بكل بساطه انه ما في دوله لانه اليوم هالمعركه او هال يعني شو سبب اللي صار؟ سبب اللي صار تحقيق المرفق وهلا لحتى نطلع من يلي صار عم نعمل تحقيق <applause> طيب يا خيي نحن إذا يا نحن مع التحقيق يا نحن ضده للتحقيق بس بدنا نعتمد ما فينا يعني انه ما في يكون دولتنا سطر إيه سطر لا يا بدنا نعترف انه في دولة وفي عدالة وفي تحقيق يا لا أنا شخصيا ما بقبل أبدا شوف مشهد في سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، ليش بدي شوف بريد غير مرفوعة غير بوريد الجيش اللبناني؟ وبعدين معالي عنده كل الصور، كل واحد حامل كان رشاش يضبه هين كتير انه معلش يعني خلينا نحكي الاشياء مثل ما هي دولتنا مخطوفة يا بدنا دولة يا ما بدنا دولة بعدين انا خوفي الاكبر انه كل هالعمليه صارت لحتى ننسى شو صار بالمرفق مشكلتنا الكبيره انه بدنا العداله في جريمه طويله عريضه في جريمه عصر صارت هلا كل الحديث صار عن شو صار بالطيونه يا خي اذا الطيونه صار مصيبه شو منسمى شو صار بالمرفق <applause> ما لازم ابدا عن جد نضيع البوصله لازم نضلنا مركزين على موضوع المرفأ وعلى موضوع العداله يا بدنا تحقيق يعني انا ليش بدي انطر التحقيق تبع الطيونه بس انه بدي انصف التحقيق تبع المرفأ سؤال بينسال القصد هو نسف التحقيق بالمرفق لما بنطالب باقاله القاضي بيطار بنكون ما بدنا التحقيق ولا بيكون ارتيابنا مشروع بصدق صرنا من 3 تموز من 2 تموز من لما طلب رفع الحصانة عن سبع أشخاص بلشت حملة ضد القاضي نعم. بلشت تصاعديا قبل قبل 2 تموز ما كان حدا ك... كان محترم جدا من الجميع م. ومعروف بسيرته ومعروف أنه بعيد عن كل ال... الأشياء اللي عم يتهموه فيها اليوم دا. من وقت بلشت هيدا الحملة تصاعديا حتى وصلت أنه زعماء كبار يقوموا يعملوا خطابات ضده هيدا الشيء مش طبيعي يعني مش طبيعي أنه قاضي فرد في عندك انت على ثلاث اشهر تقريبا هرسله كل يوم وتهجم وحملات تخويف وتنمير وتحقير ضده من من, من اطراف متعدده ولا متعدده هيدي لو كان عندنا اي احترام لاستقلال القضاء مش ممكن كانت تكون موجوده ايا كان الارتياب بس ال... شو ما كان الارتياب؟ بس القانون عطى عطى المدة عليهم حق التقدم بهذه الدعاوى دعاوى الرد والارتياب المشروع مش عم نحكي عن الدعاوى ومخاصمه مش عم نحكي عن الدعاوى قد صار في مناورات اليوم مناورة انك انت النواب تقول له انت ما بعدت الكافة بدك تحولها تعمل تحيي برلماني المناورات يلي يعني انه بدنا نعدل الدستور لانه طلب منا رفع الحصانات وبعدين وصلنا لطلبات الرد بس انا عم بحكي عن حملات التخويف والتحقير والتهديد يلي عم تصير بالاعلام بشكل يومي، صار اذا الواحد بده بده يقول انه هو مع ما بعرف حزب الله او المستقبل لازم يبلش بشتم القاضي بيطار، هيدا الشيء مش منطقي. ما في دولة بتنبنى بهيدي الطريقة انه نهجم على قاضي بهيدي الطريقة ايا كانت الاسباب. أكتر من هيك لما بدي فوت أنا لأشوف شو الأسباب يلي عم تنحط على الطاولة. طيب الواحد بيناقشها وحدة وحدة. ما في شيء، كلها واهية. ادعاءات بالاستنسابيه ليش على اي اساس على اساس انه ليه طلبتني انا ما طلبت واضح آه, آه لا امين عام حزب الله ليه ما طلبت وزراء الاشغال ليه ما طلبت وزراء العدل ليه ما استمعت لرئيس الجمهوريه ليه ما حكيت مع ايد الجيش ليه نحن بس رح لك في عده اشياء اول شيء ما حدا عم بيدعي المظلوميه كله عم بيدعي الاستنسابيه لانه كل يلي تم استدعائهم كانوا في كتب وصلت لهم وعندهم صلاحيات وما قاموا اولا في فرق بين الاستنسابيه والمظلوميه؟ على القليل ما في كيديه، ما في كيديه لانه معناها كل واحد عنده سبب لا تستدعي ثانيا طب مع ما عم انه استنساب لما النواب راحوا اتهموا نواب حزب الله ما عملوا عريضه اتهام مين اتهموا؟ اتهموا نفس الاشخاص ولا واحد زياده طب هو صار مستنسب بس نواب حزب الله مش استنساب؟ و... و... و وثالثا مش مش وآخر... نواب حزب الله هو لا عرفت بس انه النواب تبع حزب الله راحوا قدموا عريضه لا اتهام لا. لا. للخمس وزراء يلي كان مستدعيهم، هن نفسهم ما زادوا ولا اسم معناتها هن عم بيعتبروا كمان انه هيدول هن ليش ما حدا تهمهم بالاستنساب؟ ثالثا انت بتبلش بهيدا التحقيق آآ آآ ما بتعطيه وقت للقاضي لحتى يشوف مين بده يستمع قبل الثاني دغري بتهجم عليه هالهجوم كلياته، ورابعا يلي بيدرس الملف بدقه بيعرف انه اعتمد معيار موحد بهيدا الشيء مش صحيح ما في ازدواجية مع... ازدواجية معامية معاوية معايير معايير لأنه هو استدعى كل واحد تبلغ رسميا الكتاب يعني عنده كتاب عنه وعنده صلاحية أنه يتحرك في بعض الأشخاص الثانيين بيطلع أساميهم مثل الحريري وغيره ما عنده ورقة من هيدا النوع بغض النظر عن وزراء العدل ما عندن، وزراء الاشغال البقوي ما عندن وزراء يلي عندن استدعاهن بهيدا المحل، وبالتالي كل الحديث الثاني غير صحيح، ولما بينحكى عن ازدواجيه المعايير، ازدواجيه المعايير الاساسيه انه هن بدن الوزراء انه نحن نتحاكم وهن ما يتحاكموا، هيدي هي ازدواجيه المعايير لما منضلنا نتمسك بالحصانات يلي خربت البلد كلياته، لما منضلنا نتمسك بنظام الافلات من العقاب بطريقه انه هن ما تحاسبوا على 30 سنه وبدهم بعد 30 سنه ما يتحاسبوا عليها، هيدي هي ازدواجيه المعايير، صحيح. وهيدا الاستهداف للمجتمع كلياته. اذا 30 سنه ما لا قادرين ننسيهم وبدهم 30 سنه ايضا كمان لا ليتحاسبوا، طيب المواطن شو ناطر؟ ليش المواطن متمسك بمن قادوا إلى ما قاده إليه خوفا من المجهول ولا لأنه مش مسترجي راهن على شيء إيجابي بس هل له يخاف من المجهول لا مش هو مش, مش خبرية مسترجي أو مش مسترجي خبرية أنه آه هن عملوا تدمير ممنهج للدولة بحيث أنه هيدا المواطن بطل عنده شيء بطل يعرف شو معناه الدولة يعني شو معناه الدولة؟ شو معناه الدولة؟ معنا اوكي انه خي شو معنى الدوله انا ولا مره حسيت فيها ولا مره استعملتها انا اذا بدي اروح على على المحكمه لي سبب ضبط سرعه بعمل 17 تليفون قبل فانا ما بعرف شو معنى الدوله والدليل اللي عم بيصير بالارض هلا هو كمان كفايه بالتدمير الممنهج ار بي جي ماشي على الطريق ما حدا بيقول له وين رايحه طب كيف انه باي منطق هذا الشخص المواطن اللي قاعد ببيته شو بدك تقول له؟ تقول له يا خي انه لا في لازم نبني دوله بقول لك ايه والار بي اللي صاحبي هلا هون هلا بعد قطع قدامي طيب شو بعمل بس هيدي شو هيدي بالوقت الحاضر ما فيك تعمل شيء معها بلا في جريمه وحده جريمه وحده ولا مره وذكرها هلا آه نزار جريمه وحده صارت 30 سنه واكثر ما حدا قرب عليها اللي هي جريمه الافلات من العقاب كل شيء صار من تضييع التحقيق بالمرفأ وكل تضييع التحقيقات للي صارت بكل الجرائم اللي صارت السلاح للي بينزل عالشارع الشارع ولا فرقانة معه السلاح للي بقوس على السلاح اللي بينزل عالشارع الشارع ولا فرقانة معه لأنه عارفين أنه في جريمة اسمها جريمة الإفلات من العقاب أنا ما حدا عم بقرب عليها ما حدا عم يتدخل فيها ليش؟ لأنه هاي مش حلة بال... بالقضاء هذه خل... الجريمة حلة بالسياسة فإذا الهجوم على القاضي بطار هو استكمال لجريمة الإفلات من العقاب هني مش عم يهجموا للقاضي بطار لأنه هو شو عم يعمل لأنه المسار القضائي كله للي ممكن يوصلنا لمحل أنه في ناس حتتحاسب على جريمة صارت ما بدهم إياها حماية للجريمة الأساس اللي هي جريمة الإفلات من العقاب وهذا الشيء ما بينحل لا بنصوص قانونية ولا بقضاء ولا بمسار قضائي هذا الشيء بينحل بالسياسة العالم انتفضت ب 17 تشرين لما نزلت ب 17 تشرين ليش نزلت؟ نزلت كرمال الست 6 دولار ونزلت كرمال ما بعرف شو لا نزلت لانه كيف بنعمل سياسه نزلت لانه لما اجوا لقوا في عنا عجز في عنا مصاري انسرقت مصاري نهبت كل شيء فلسوا الدوله اجوا تنشوف كيف بدنا كيف بدنا نرد هيدي السرقات، كيف بدنا نوقف هذا النهب، طلع معهم انه بنزيد 6 دولار من هون وبنزيد على راس الارجيله ما بعرف قديش، مش منطق هذا الحديث اللي عم بيصير. يعني هن بكفوا سرقه وبكفوا ما في شو في, في, في طريقه عمل سياسي، طريقه اداره بلد بطريقه تدمير ممنهج لاي كيان للدوله. العالم نزلت حتى لو ما قدرت تسميها. هلا نحن شوي بنتفلسف يعني انه نحن هذا تدمير ممنهج لإذا ايه العالم ما قدرت تسميها بس شافت انه يا خيي مش هيك الع... مش هيك الشيء لازم يصير مش هيك مندير بلد مش هيك بتنحط طيب. موازنات مش هيك بتنحط عاليات صرف مش هيك بروح المصريات مش هيك بروح البلد لوين رايح هذا اللي نزلوا صرخوا فيه طيب. هون شغلتنا كلنا نحن الموجودين واللي برا اللي اكثر منا واللي بيعرفوا اكثر منا بهذا المحل نبلش نحط اطار لبناء بلد لبناء دوله هذا الموضوع رح نكفي فيه بعد اول بريك اعلاني طبعا نستكمل موضوع على التحقيق ثوره 17 تشرين الانتخابات ومواضيع اخرى بعد البريك ندخل مشاهدينا الى المحور الثاني من حلقه الليله استاذ كريم عم بيقول استاذ سعيد من شوي انه البلد له 30 سنه عايش بثقافه ثقافة برات الدوله ثقافة الافلات من العقاب امبارح سيد نصر الله عم بيقول انه البلد سيذهب الى كارثه اذا اكمل المحقق العدلي بهالطريق هل له مصلحه السيد انه يوصل البلد على كارثه هذا هو كمان السؤال يعني اليوم ما بعتقد انه حدا له مصلحه انه نروح الى ابعد من الوضع المزري اللي نحن فيه. مفروض الكل تعرف السياسه هي فن الممكن بالنهايه، ما فيك تيجي انت تضغط على الواحد تتاخذ الحل اللي انت بدك اياه وتضلك ضاغط على هالشخص لانه بالنهايه رح يكون في رده فعل عكسيه. بدك توصل على قاسم مشترك، في اعتراض والاعتراض مشروع بس الاعتراض في اساليب لهالاعتراض تيتم هلا كل واحد عنده اذا بدك دفوع اما اسباب في يمكن يقدمها وتكون مقنعه بس في اسباب مضاده وهالاسباب مفروض تسلك كمان مسار القانوني نحن <applause> اليوم اذا في شيء نحن اذا بنعتبر انه اليوم القانون فيه شوائب وفي القانون ما بيفسر بما فيه الكفايه عم بينقال انه كمان محقق العدل ما في اي طريقه نوعا ما للاعتراض عليه اما لاقالته لانه في شوائب بالقانون تفضلوا موجودين انتم مجلس النواب ابحثوا هالموضوع على وجه السرعه تتلاقوا حلول يعني عم تقول بس ما فينا نحن اليوم بالشارع يكون في عنا خطابات ناريه لحديث ما تقدر نوعا ما تشد العصب من ميله وتخلق حاله اعتراضيه من ميله تانية كمان والشوارع تقدر تفوت ببعضها مثل ما صار من يومين ثلاثه هيدا شا... شا... هيدي شا... كثير خطره بعتقد كلمه المسؤول هو المسؤول عن كلامه والمسؤول عن اداره شؤون وشجون البلد لحديت ما يوصل الامور الى الهاويه نحن مش من مصلحه حدا نوصل للهاويه ابدا الكلام اللي عم بتقول عم بتقول انه هيدا الكلام بيوصلنا للهاويه اكيد بيوصلنا يعني عمليه ازاحه القاضي بيطار في حال تم مش مش العمليه مش واقفة بقى على القاضي بيطار تخطت القاضي بيطار يعني القاضي بيطار اليوم صار نوعا ما لكثير من الاشخاص رمز, رمز للصمود رمز للصمود في وجه الطبقه السياسيه بجميع اطيافها ما عم بحكي عن قسم من هالطبقه السياسيه عم بحكي عن كل المنظومه السياسيه يمكن يلي ما عندها مصلحه أن القاضي بيطار يروح الى نهايه التحقيق لانه اذا الطبقه السياسيه عندها غايه انه يروح لنهايه التحقيق ما كنا نطرنا سنه ونيف وبعد ما وصلنا على اي نتيجه ملموسه كانوا كلهم حطوا كل الوسائل الممكنه لنوصل على نختم هالتحقيق وننصف هالناس يلي ناطرين يلي خسروا شهيد يلي خسروا جسديا كمان تاذوا جسديا اما خمس خسروا ماديا الموضوع القاضي بيطار عم بيعطي صوره جديده عن القضاء انا ما عم بقول انه الاتجاه يلي هو رايح فيه صح 100% وما عم بقول انه خاطئ 100% في كثير كلام عم ينقلوا في نقاش قانوني حول هالموضوع حول هالقصد الاحتمالي أه وانا ماني مطلع على الملف اقدر احكم، بس يلي اليوم عم يبينوا القاضي بيطار رغم كل الضغوطات يلي عم تصير عليه عم بيقدر هو يضلوا واقف في وجه يعني اذا بتشوف شوي هالكم من التهديد يلي عم بيجي له القاضي بيطار والضغط يلي عم بيجي عليه عم بيعطي صوره جديده للقضاء ما كنا عارفينها قبل. عم بيعطي نوع من الامل للناس انه لا في قضاء بعد بلبنان واذا في قضاء بلبنان في لبنان نحن بنعرف انه بتعرف تشرشل بالزمانات سألهم كيف حاله القضاء قالوا له منيحه قال انا ماني خايف على حاله البلد الحرب العالميه الثانيه نحن القضاء تبعنا قاضي بيطار مش بس المهم شو هو عم يعمل المهم كل الملفات الاخرى بالبلد المفتوحه والدقيقه اذا شافوا القضاه الاخرين انه القاضي بيطار قدر وقف يمكن هن يقدروا يوقفوا <applause> واحقاق الحق ساعتها بيبلش التغيير من هون نحن عايزين تغيير لانه مش بس القاضي بيصير بيصير كل موظف موجود بالاداره وقت بيكون هو موجود بيكون فاسد موجود حده بيصير هو يوقف بوجه الفاسد لحد ما يحارب الفساد نحن هل لأنه نموذج يعني محمي نحن هل نموذج بدنا اياه وهذا ما في ضغوطات خارجيه وما في مؤامرات ولا في نية مبيتة لحديث ما واحد يقدر يعمل نوع من إذا بدك الانتقام هيدا نحن عم نبني مشروع وطن مشروع الوطن يلي ما عرفني على سنين الماضية رح أقول لك شغلي أستاذ ماريو أنا يلي حزني أكثر شيء بالمشهد يلي شفته مش بس المشهد يلي شفته على التلفزيون يلي ذكرنا بصور أليمة نحن جيل حرب نعم. هو صور أليمة من الحرب أنا يلي وجعني يلي وجعني أنه شفت أنه الناس يلي حتى يلي كانوا متقدمين ورايحين على اذا بدك فكره جديده فكره المواطنيه رجعوا انشد العصب الطائفي تبعهم ورجعوا فاتوا اذا بدك بالافكار الغرائزيه الغرائزيه والاحساس الغرائزي اللي كان موجود، مين يلي تفلت من هالاحساس؟ وهيدي ظاهره واحد يتوقف عندها مين؟ الجيل الجديد يعني انا بقول لك مثلا عندي بيتي ولادي أصحابه تلاميذي بالجامعه ما هو اللي رح يتاثروا باللي صار بالمشهد ويخافوا مثل ما نحن خفنا، يمكن يخافوا أمنية بس ما رح يخافوا انه رح نرجع على حاله تشرذم وانقسام وحرب اهليه، لانه هن ما عرفوا هالموضوع. نحن عيشونا بفكره انه بدك تخاف من الاخر. بدك تخاف من الاخر وهيدا اللي اول زعيم، وهيدا اللي اول الزعيم الطائفي والزعيم المناطقي، لانه نحن كنا خايفين والتجأنا عنده وافتكرنا انه هو الحل. نحن عم نرجع على نفس التفكير اليوم وهيدا الخطر الكبير نحن الحل الوحيد والملجا الوحيد لإلنا هو الوطن طيب. والمواطنين نحن كرامه الانسان هو اللي بيعطوك اياها بدون ما يمنونوك انت وقت يكون في عندك دولتك عم تعطيك شيء انت بتمنى ان الدوله لانك انت عم تدفع ضرائب وعم تطلب المحاسبه انه شو انتم عم تعطوني بالنهايه وقت عم بفوت واحد على الخدمه العامه هي خدمه انت بتحاسبه إذا ما كان عم بيكون بمكتبه من الساعة 8 للساعة 5 بعد الظهر، ولو كان رئيس، ولو كان وزير، ولو كان نايب، أنت فيك تحاسبه، بس وقت بيكون زعيمك عم بيعطيك شيء، بتكون أنت حاسس حالك مدين له. وهذا اللي بدنا نخلص منه. طيب سامي بهال يعني ثلاث أربعة أيام اللي قطعوا أنت كناشط بمجموعات، بمجموعات الثورة، حسيت إنه إيه في ناس كانوا بقلب ثورة 17 تشرين، حادث مثل هيدا، رجع شدهم إلى العصب الطائفي. هلا اللي كان عم بيقولوا في شي من الحقيقه يعني عن شو بتقصد أي يعني موضوع الغرائز الغرائزيه اهون شيء أه واحد يوقع بالغرائزيه اصعب شيء تعمل دوله نعم وتخلق مواطنه وتخلق يعني فعلا مشروع الدوله متعب انه دغري فينا كلنا نوقع بالغرائزيه ولكن في شغله بالنسبه للموضوع انا بالنسبه لالي وبالنسبه لاكت بالاخص لانه نحن اخذنا على عاتقنا ندافع عن القاضي بيطار وعن العداله للآخر لاخر نفس بتمنى انه كلهم يضلوا يهاجموه للقاضي بيطار لانه كل ما هاجموه كل ما ساعدوه وكل ما سرع التحقيق واضح انت فيك تفسر لي ليش هالهجوم من كل الاطراف عليه لهالقاضي؟ انه ما في سبب؟ مش كل الاطراف اغلبيه الاطراف اغلبيه السلطه بلا اغلبيه السلطه اليوم عم بتهاجمه يعني معناتها في سبب يعني شو انه طب انه على القليله تركوا يعمل واجبه وبعدين بنحاسبه او بنحاكمه او المشكل الكبير ماريو انه في فئه خلينا نقولها ما بدها دوله كيف بتعرف انه ما بدها دوله؟ ما بدها دوله سيده يعني ما بدنا القضاء وهلا في هجوم على الجيش طب اذا اذا طب دوله بلا قضاء بلا مؤسسه عسكريه هو لوين بنروح؟ ايه نرجع للمشاهد اللي السلطه بتحبها لانه هن أمراء حرب اهون شيء يعني هن بالنسبه لهم كثير هين يرجعوا لهال طيب. لهالصور لانه هن عايشينها اصلا فيك تقول لي كيف ممكن 17 تشرين او اكت بالتحديد، كيف يعني نحن الى جانب القاضي بيطار؟ اول شيء نحن عندنا ايمان كثير كبير بالقضاء وعندنا ثقه مطلقه بالقضاء. كيف ما كان القضاء عم يتصرف نحن الى جانب القضاء، بس انا سمعت بيطار كتير. اليوم بس انا سمعت كثير من الثوره شباب بيقولوا القضاء مسيس. اخي والزعماء حاطين ايدهم على القضاء مش صحيح، اليوم يا بده يكون عندك ثقه بالقضاء يا لا، هيدي هيدي مطلقه بدك انه ما يعني في اخطاء ممكن يعملوها قضاة اخطاء تقنيه ولكن انا القضاء بالمطلق كمؤسسه انا كمؤسسه واسع على انا ما فيني اعيش بدوله اذا ما عندي قضاء وما عندي وما عندي قوى شرعيه بتحميني شو لي بفل يعني يا بدهم يفللونا كلنا اليوم انا اذا ما في قضاء وما في جيش شو إلي عازي بعد شو انه ليش انا أخي بدي دوله فقط لا غير طيب هل هيدا المطلب كثير صعب انه نحن بدنا دولة اوكي انت بتعتبر انه اليوم عم بيصير في شيطنه للتحقيق اكيد ولا لا اكيد اكيد في شيطنه للتحقيق يا خيي انفجار المرفق انفجار منه مش انه ما من جريمه عاديه انه قتلوا البلد كله سوا قتلوا مدينه بامها وابوها اكيد في ضحايا الله شو هدف يرحمهم. الشيطاني؟ هدف الشيطاني انه ما تبين الحقيقه لانه الكل له علاقه الكل الكل بس لما له الكل له علاقة وكأنك أنت مطلع على محضر التحقيق ماني مطلع يعني بس أنا هالتصرف اللي عم ينعمل تجاه القاضي يا خيي إذا أنا اليوم أنا دعي أنا أنا استدعوني عملنا أكت عملنا حملة نحن فجر الحدود نعم ال 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 المدعي العام المالي دعاني على التحقيق رحت ليش رحت؟ لأنه مش عامل شيء ليش دعاني على التحقيق؟ دعاني لأنه عاملين حملة قال في كل كل شركات النفط مدعيين علي انه انا عم حرض وانا عم بعمل حملات بتهمن بالتهريب. لشركات حق. النفط؟ نعم مم. حقق معي ساعه سالني جاوبته يعطيك العافيه فليت. رحت لو انا عندي مشكله او عامل شيء ساعتها بدي الاقي حجج ما فكل اللي ما بده يروح على التحقيق خي ليه ما بده يروح على التحقيق؟ انه روح على التحقيق وبين براءتك. أنا بطلب من كل الموظفين بالدولة اللبنانية، من كل المسؤولين، من رئيس الجمهورية ونزول، كلهم يروحوا على التحقيق. يثبتوا براءتهم. مش العكس، يروحوا كلهم كمتهمين، أنا برأيي، مع احترامي أنا ما كثير بفهم بالقضاء، بس اليوم انفجار مثل هيدا صار بجمهورية لبنانية، الكل معنا الكل معه، الكل مشارك بالجريمة، يا مباشرة يا غير مباشرة. أستاذ نزار بتعتقد إنه نحن اليوم وصلنا قدام معضلة؟ يعني هيدي رح توقف عمل الحكومه ما بعرف قديش ممكن تاثر على الانتخابات النيابيه وكربجه البلد صح او لا مش اول مره ما هيك مم. يعني مش اول مره بيكون في جريمه وبينحط المجتمع اللبناني قدام خيار بدكم العداله بيخرب البلد يا بدكم السلام والامن والى اخره ونسوا الماضي وهيدا بلشنا من العفو العام وانت وماشي وكل ما بتعمل عفو كل ما بيقوى يلي عم تعفي عنه وكل ما بتضعف الدولة وبنرجع على نفس القصة ونفس الحكاية انه ما لازم نحاسب حدا يعني معلش لما عم نحكي عن الافلات عن العقاب مين فجر المرفأ؟ الافلات من العقاب لو كان في حدا من المسؤولين شاعر بأدنى مسؤولية كان أخذ الإجراءات اللازمة الانهيار الانهيار المالي والاقتصادي كيف صار؟ لأنه في إهمال فظيع وما حدا شاعر بالمسؤولية ما كلهم كانوا عارفين انه رح يصير الانهيار وكلهم كان معهم خبر انه ببعض الاجراءات بيقدروا يوقفوا الانهيار بس ما حدا عمل شيء وبالتالي عم نحكي عن شيء مركزي ما بقى فيها تستمر ولا دولة من دونه يلي هو فكرة المحاسبة هذا بيطار اليوم بيمثل هيدا المنعطف والضيق النفس يلي عندهم اليوم وضيق الصدر انه كانوا متعودين كل القضاة تحت السياسة مه. معلش انا مش مع يلي قالوا سامي قبل شوي في كتير قضاة كانوا هن عم بيساهموا بعملية الافلات من العقاب كيف؟ يلي عم بي... مثل النيابات العامة يلي عم ما عم تمشي الملفات وعم بتسكر الملفات لانه ماشي منسجمة مع النظام السياسي يلي ما بده حدا يتحاسب قضاء منه واحد قضاء منه شخص واحد وهيدا بنعرفه القضاة اليوم 600 قاضي كل واحد شكل وفي منهم اوادم وفي منهم صحيح. منهم اوادم وفي منهم مرتشين وفي منهم مش مرتشين فكتير غلط نحن نجمل كل القضاه مع بعضهم فالقاضي بتاع اليوم عم بيمثل المنعطف عم بيمثل العالم الجديد يلي نحن طوقين له يلي بده ينبنى على المحاسبه وبده ينبنى على القانون وهن عم بيمثلوا العالم القديم يلي عشنا فيه يلي هو الافلات من العقاب مش هيك بتلاقيهم متحدين انه شو بيجيب السنيوره على على حزب الله وبيقعدوا بيعملوا نفس نفس المواقف والمئات معهم وال... والعلماء المسلمين معهم والى اخره كيف هيدي كيف تجمع كل هالجماعات الا ما عم تجمع العالم القديم مع بعضه وبالتالي العالم الجديد يلي بدنا نروح عليه هيدا هو المنعطف هل حنقدر نروح ام العالم القديم رح يكون كثير قوي انه يمنعنا نعمل هيدا الامر انا بدي انت تقلي لا هيدي هي المعركه انا من لما بلش 2 تموز كتبت مقال قلت في الاتي قلت بعرف شو بدهم يعملوا الطبقه السياسيه طبعا السياسيين بدون يعطلوا المحاسبة السؤال الكبير نحن شو بدنا نعمل كمجتمع قادرين نحن فعلا نكون عم نحضر للعالم الجديد قادرين ندعم القاضي والقضاء بشكل عام بالشكل المناسب القضاة قادرين يخلقوا هيدي البيئة لا محاسبة مثل ما قال كريم قبل شوي أنه هيدي الشغلة إذا إذا القاضي بيطار نجح فيها كل ملفات الفساد رح تتحرك كل القضاة التانيين وشفنا كيف هلا بدعاوى الرد ودعاوى الكذا اللي عم ترد كيف عم بصير تضامن من القضاة للحفاظ على حالهم أنا اليوم في 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 لحظة معركة ولا أجمل منها يلي صارت على الحصانات الناس عرفت سبب الإفلات من العقاب قبل كنا نعرف أنه ما حدا بيتحاسب صح. بس ما كان حدا معه خبر بحجم الحصانات وقديشها مخيفة ما في بلد بالعالم هالقد الحصانات موجودة فيه من من موظف صغير لا لا على واحد مش طبيعي هيدا الشيء البلد والقضاء شعر فات بمعركة كبيرة وحس قد دوره الاجتماعي بحماية المجتمع وحماية حريته وتأمين العدالة مهم هيدول اشياء مكاسب كبيرة طيب. للوعي العام رح تكون كبيرة هل حننجح هل رح ننجح بشكل تام هل حننجح بطريقة معينة هل حيتنشأ ديالكتيك, ديالكتيك معينة بشكلي. بين هالعالم القديم والعالم الجديد ونوصل لمحل معين ما بعرف بس بعرف اليوم ما بقدر احسم عم برجع بقول هيدي له علاقه نحن كمجتمع قد ايه قادرين ندافع عن حالنا كمجتمع كوطن مش كعصبيات صحيح ما حدا بيدافع عن العداله بالقتل وما حدا بيدافع عن العداله بتشجيع عصبيه معينه ونحولها قضيه للمسيحيين وكذا لا هيدي قضيه وطن قضيه عداله ونحن بدنا نحارب اللا عداله بمزيد من العداله وبدنا نحارب اللا دوله بمزيد من الدوله ما بحارب انا العصبيه بالعصبيه. طيب استاذ سعيد صح. كيف بتحارب اليوم انطلاق من الواقع اللي إحنا عايشينها واللي السلطه هي الطرف الاقوى فيها، كيف بتحارب اللا دوله باللا دوله؟ اللا دوله بالدوله؟ دوله بالدوله كيف؟ <applause> حنعطي مثل كيف انه انا ما فقدت الامل نهائيا، لانه في مشهد بظل الاحداث اللي صارت كثير قد ما قد ما هو حلو قد ما هو فعلا حزين بنفس الوقت. للي هن الاولاد الصغار اللي كانوا بالمدرسه لما طلع الرصاص راحوا احتموا بالجيش وفي مشهد العسكري للي حامل بنت وعم من ال بعدهم الاولاد الصغار عم يحتموا بالجيش رغم انه الجيش ما كان عم بس راحوا احتموا فيه، ما راحوا احتموا بالمسلحين اللي كانوا عم بعدها هيدي حس انه الدولة عنا موجود للأسف انه الجيش عم يحمينا بالمفرق لازم يحمينا بالجملة يعني كان اساسا هذا الاشكال ما كان لازم يصير هيك بيكون عم يحمينا بالجملة مم. بس هذا القرار مش عنده هذا القرار بالسياسة نيجي لنحنا كيف بدنا نحارب اللا دولة بالدولة اول شيء بدنا نخلي المواطن يعرف شو معنى الدولة اللي عمله القاضي بيطار بغض النظر عن القاضي بيطار انا ما بعرف ولكن المسار القضائي اللي عم ياخد دوره هيدا دليل بحسس العالم شو معناته يكون في دوله شو معناته انا اروح عند محل ارفع دعوه ياخد المسار القضائي الطريق اللي لازم ووصل لحل هون اذا وصلنا لحل بهذا المحل العالم بتصير تقول ايه لا بصير في عنا عدوة إيجابية بس أستاذ سعيد الناس أو الشارع مقسوم اليوم اثنين ناس بتأيد القاضي بيطار وكمان ما بتعرف ليش وناس بتحس حالة أنه ضد إجراءات القاضي بيطار كمان ما بتعرف يمكن لانه بتحس انه زعمائها وقادتها مستهدفين وبتقلك اذا استهدفوا انا صرت اعزل صح. صح. وبالتالي هودي خوف مبرر كمان جديد. جديد. مش هيك مش هيك انا عم بسالك هيدا شيء جديد هيدا شي لا مش جديد كل ما كان يتهم زعيم كان يطلع يقول انا مستهدف وتصير طائفته كلها معنيه مش بس هيك هيدا هو العالم القديم يلي عم نحكي <تصفيق> <هيدا>. <تصفيق> 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 مش بس هيك هن اساسا الزعماء كلهم ساهموا بتدمير اي مقومات للدوله كرمال يضلوا هيدا الشخص يحس انه اذا هو راح انا انكشف ظهري اعطيني الطريق المعاكس الطريق المعاكس بانه تبلش تعمل هيدا الشيء اللي عم نعمله كلنا كمجموعات اللي عم بعمله انا على القليل بحركه سوا انا عم اعمل كيف الانسان يحس انه في دوله انا لما عم اروح ساعد بالمناطق المستوصفات والمستشفيات بحيث انه ما حدا يجي لعندك ترده لانه ما بدي هيدا الشغل الدولي لازم عم تعمله انا عم اعمل هيدا الشغل كرمال هيدا الشخص بغض النظر لمين تابع يروح ياخذ الخدمه اللي المفروض تعطيه اياها الدوله بس هيدا الشي بتعمله الاحزاب كمان لا وبتعمله لا الاحزاب بتعطيه مشروطه الاحزاب تعطي جماعتها كرمال تضلها مربوطه انا عم بحرره من الربط انا عم بحرر هيدا الانسان من الرسن للاسف للي حاطينه فيه بس عمليا عم تاخذ محل الدوله انا عم بعمل الخدمات للي عم تعملها الدوله انا مش عم بعمل دويله داخل الدوله وهون الفرق الكتير كبير لانه الدوله ما بتفرق بين فلان وفلان وفلان وانا بالخدمات والمشاريع اللي عم نعملها بالمناطق ما عم بين فلان وفلان وفلان ما عم بقول انت شو طيفتك ولا شو حزبك ولا لازم تيجي تنتخبني ولا كل هدول انا عم بعمل خدمات للكل معي او ضدي وضدي قبل اللي معي بمحل لسبب لانه انا عندي ايمان بانه اذا هذا الشخص تحرر من هيدي التبعيه تحرر في روح ساعتها يختار صح حتى لو هو تحرر من كل التبعيه الزبائنيه للاحزاب وقرر يضل ينتخب للحزب اللي هو بينتخب له انا ما عندي مشكله مع الموضوع طالما عن قناعه وبطل لانه مربوط فيه لانه زعيمي بيعمل لي بس ما بتكون نجحت بالعكس بكون حررته فكريا لهذا الإنسان أنا هذا هدفي شو أنا هدفي روح أعمل حزب واحد يروحوا كل العالم ينتخبوا نفس الحزب أو يروحوا العالم بس ينتخبوني لألي أبدا ما هدفي هذا أنا هدفي أنه كل واحد يروح بده يعرف لي... لما بده ينتخب يعرف ليش بده ينتخب لأي لا متى بدك تضل تقدم هالتقديمات يلي مفترض الدولة تقدمها لحد ما يصير العدو الإيجابية فارضة نفسها العدو الإيجابية اللي حكي عنها اللي عنا كل الأساتذة بانه اذا هذا القاضي صار هيك ممكن القضاه التانيين يصيروا شو اسمه نفس العدوى انا لما يصير في عندي بلديه او لما يصير في عندي قريه او لما يصير في عندي فئه من المجتمع عم تاخذ هذه الخدمات هوليك بيصيروا يقولوا طب انا بدي متله انا بدي متله يعني صار في عندنا عدوى اذا عندنا نحن احزاب وزعماء عم يتعاطوا بهيدي الزبائنية لما يلاقوا انه في اشخاص واحزاب ومجموعات للي هي كل مجموعات 17 تشرين ما عم بفرقوا بين فلان وفلان وهيدا معنا وهيدا ضدنا عم يعملوا هيدا الشغل هن صاروا عم يخسروا من مؤيدينهم عم بيروحوا لمؤيدي الدولة هي اما هن بدهم يطلعوا ويلحقوا بركب انه يركبوا دولة او حيبطلوا موجودين مم. فهذه العدوى الايجابية لما نوصلها ولما تصير هي هيدي الكرة الثلج تصير كبيرة لدرجة انه تضل على حالة أنا ببطل أعمل هاي الخدمات لأنه صارت الدولة انحطت على الطريق الصحيح وبصير وصلنا لأنه نقدر نبني دولة. أنت عم تحكي على على مشروع long تيرم. باردن. على ف... على الوقت على المدى الطويل. ما حدا بيجي بنبني حركة سياسية كرمال ست أشهر. هيدي حركة سياسية ما بتنبنى كرمال ست اشهر او كرمال شو اسمه هيدي حركه سياسيه عم تنبنى من هلا لا يصير في دوله فوتني على من هو فوتني على على اوتوستراد الانتخابات بس انت وبالطريق اللي عم بتحضر لفتره طويله في غيرك عم ياخذ وقته حتى يقدر يكمش بالانتخابات صح واذا كمش بالانتخابات يعني فخوت لك بشغلك وبنرجع بكف انا الانتخابات بالنسبه لي مش الهدف الانتخابات بالنسبه لي هي محطه انا عم ابني دوله في محطات وفي مطبات لازم اوقف عليها منها الانتخابات بس اذا مش لي. بالضروره مش بالضروره شو؟ مش بالضروره اذا نجحوا بالانتخابات انه وصلوا على استرداد اذا بدك المبادره طيب فاذا خليني وسع بهيدي النقطه بس من بعد البريك الاعلاني رح نفوت انتخابات و 17 تشرين النظره الى المستقبل اليوم من سنتين ضريبه على الواتساب فجرت غضب الناس بوجه سلطه استباحت كل شيء. ثوره جمعت الشباب اللبناني خارج العبايه الطائفيه ووحدتهم تحت شعارات تغييريه ومطالب حياتيه واجتماعيه تفاقمت مع انهيار الليره اللبنانيه وحجز الودائع بالمصارف. الترهيب والتوقيف واستخدام القوه وزعرنه البلطجيه ما قدروا يمنعوا من المطالبه باسقاط المنظومه الفاسده. صرخة وحدة ما تركت السحاب كلن يعني كلن تحت وطئة ضغط الشارع تغير سياسيين بس ما تغيرت السياسة حكومة دياب كانت امتداد لنفس المنظومة وحكومة مئاتي اللي وعدت بالانقاذ صار بدا مين يخلصها وبعد المنظومة بتوعد انه الخلاص بعد الاستحقاق المقبل صحيح انه مجموعات الثورة ما قدرت تتوحد ويمكن فينا نقول انكسر الدف وتفرقت الساحات ولكن إذا ما في هتافات على الطرقات هل يعني هالشي ما بقى في ثورة؟ ومين بيقول إنه روح الثورة ما رح تترجم بالانتخابات وتنتصر لوجع الناس؟ أملنا رح يبقى معلق بثورة تنقلنا من عصر الأشخاص المنقذين إلى مرحلة البرنامج المنقذ 17 تشرين -20 2019 لحظة بداية والنجاح فعل وإرادة أستاذ كريم نحن نهينا أنه النجاح هو فعل إرادي وقبل ما نفوت على البريك كنت عم بتقلي أنه حتى لو ربحوا انتخابات ما راح تكون الدفة بإيدهم هيدي نتيجة الإرادة إرادة اللي نزلوا ب 17 تشرين ما يخلوا الطبقة تكفي بالحكم حتى لو أخذت أكترية هي الأمل قبل ما يكون الإرادة هي أنك تحافظ على الأمل عند الناس تتبقى وإذا بقيت لحديث ما ساعتها تعمل للتغيير تغيير مثل ما كان عم بيقول سعيد من شوي ما فيك تغير الامور من بين الليل وضحاها لانه التغيير بده وقت كثير بس نحن عم نواجه اليوم طبقة مفلسة، مفلسة مش مفلسة ماديا يعني. مفلسة بالحلول وقت كنا عم نحكي اليوم عم نتحدث اعطيتك مثل صورة طلعت معي انه في مريضة اما مريض طفل مريض واهله كانوا عم يطببوه ما بدهم ياخذوه على المستشفى لانه ما بيقيم بالحكم او بالمستشفى كانوا عم يطببوه على طريقته بالقريب بوجع الزعيم بيقدروا يطببوه بياخدوه عند حكيم عربي فيهم يطببوه بس بين انه في مرض خبيث بده استئصال ما بقى بيقدروا هن بدهم يروحوا عند اشخاص عندهم الخبره والمقدره لحد ما يقدروا يغيروا الامور لبنان نفس الوضع اليوم هالطبق السياسيه بس سي مين الاهل؟, هل الاهل؟ هني الطبقة السياسية بس الأهل العاطلين مش الأهل منيح لأنه حرموا هالولد من التطبيب المضبوط عنده بده ياخد وقت كتير قبل ما يرجع يسترد عافيته إذا استرد كل عافيته ونحن وضع لبنان هو الطفل اليوم هذا وضع لبنان ومين يلي بينقصوا للطفل مين هن الأطباء هو حدا يفتكر أنه قوة أجنبية منظمة دولية لا أهل بلده في اشخاص اليوم كفؤين وقت كان عم ينحكى انه تجي حكومه مستقله بالمعنى الحقيقي للكلمه، يلي سموها الفرنسوية غوفرمون دو بيسيون، شو كان الهدف منه؟ كان الهدف انه هو الاشخاص ما يكون عندهم طموحات سياسيه معينه، هو اللي عندهم النو هاو، طريقه المعرفه، كيف بيقدروا يديروا الامور، يلي بيرجعوا بيردوا الثقه، لانه الثقه مش بس بتنرد للمواطن اللبناني كمواطن، الثقه بدك تردها للمستثمر. اللبناني والمستثمر الاجنبي، الثقه بدك تردها للقطاع الخاص، الثقه بدك تردها للمهن الحره، الثقه بدك تردها للتاجر، للصناعي، للمزارع، فيبقى بارضه يقدر يشتغل ويرجع يطلع عجله الاقتصاد، هيدي هي الثقه، هل هي هالطبقه الموجوده اليوم يلي فشلت بكل شيء؟ يلي فلست، وقت فلس شركة شو بتعمل؟ بتغير الإدارة عندك قوانين بلبنان، هيدي الطامة الكبيرة تبعيتنا اليوم بالقطاع المصرفي إنه فلسوا فعلياً المصارف، أما أقله يوضع اليد عليهم، وما طبقت القانون يلي بغير الإدارة. أنت مفترض تغير الإدارة، كيف فيك تغير الإدارة؟ نحن عندنا ثلاث معضلات، عندنا وضع مزري، نحن عارفينه شو هو إنهيار مؤسسات، ما في إمكانية، ما عم بيجي عملة صعبة من برا، ما عم تقدر تقوم بالأمور البديهية. بالنسبة للخدمات عندك من ميلة تاني حل مستعصي بتعرف شو هو الحل الحل هو الإصلاح الشامل البنيوي بالدولة واليوم في إذا أنت ما بتعرف تحط الحل في منظمات دولية عم بيجوا بيشاركوك أنت كجمعية أهلية وعم بتلاقوا الحلول بس المشكلة بين الاثنين هي أه. الوسيلة بس شو هي الوسيلة هون رح أقول لك نحن عم تسألني عن الحل عم تسألنا جميعا شو هو الحل بس رح أقول لك شو صغيري. هو الحل؟ هالجمعيات اللي عم بتقلي عم تيجي تساعدكم من برا اصبحت متهمه بانه الجمعيات جمعيات بتحكي منظمات منظمات انه هيدي عم بتمولكم عفوا ده. بالتعبير عم تشتريكم <applause> عم عم بتمدكم بالمال من اجل اهداف اول أه. شيء اول شيء ما عم تعطي مال يعني نحن انا بجمعيه اليوم لحقوق المكلفين ولا مره حدا عرض علينا مصاري نحن سيلف <applause> نحن بندفع <applause> <نحن> اشتراكاتنا <applause> ما حدا عرض علينا مال شو عم تيجي بتقول عم تيجي بتقول انتم عندكم طروحات للاصلاح تفضلوا اقعدوا مع بعضكم. انا ما عم دافع انا مش جمعيه انا عم بحكي عن منظمات، بدي اسالك بس سؤال بس، هل الامم المتحده اليوم هي مجموعه اما منظمه منبوذه من الدول كلها؟ يعني ايران منع عضو بالامم المتحده، امريكا منع عضو بالامم المتحده، السعوديه منع عضو بالامم المتحده بس عندك فريق سوريا منع عضو بالامم المتحده صحيح الاو اي سي دي منظمة التعاون والتنمية المستدامة، هي منّا اليوم كمان منظمة الكل منتميين لإلها، تبادل معلومات في 187 دولة اليوم منتمية لهالمجموعة. أوكي طيب هول كلهم عم بيجوا بيقولوا لك الاتحاد الأوروبي وغيره، عم بيجوا بيقولوا لك نحن عم نخلق لك فريمورك ما بدنا شي منها نحن عايش عارفين إنك أنت دولة هشي، وإذا أنت دولة هشي، انتبه طيب ما عم يعملوا إياها لسواد عيوننا، في شي يسمى بالعالم اليوم الخطر على المحيط. نحن لبنان خطر على محيطنا محيطنا القريب ومحيطنا البعيد يعني هول الدول الاتحاد الاوروبي ثاني ياخذ مثلا من شو خايف خايف انك انت ينهار الوضع تماما يطلعوا بوت بيبل ويروحوا على اوروبا مثل ما صار وقت سوريا مشان هيك بفضلوا يحلوا المشكله عندك قبل ما تروح لهون استفيد استفيد عم بيعطوك عم بيبنوا القدرات بيلدينج كاباسيتيز يعني عم بيعطوك بناء القدرات بس نحن وين مشكلتنا بين الاثنين الوضع المزري والحل المستعصي عندنا بين الاثنين الوسيله الوسيله شو هي المفتاح م. اليوم المفتاح انت مين المفتاح تبعك صندوق النقد السياسيه لا, لا. سياسيين الموجودين المفتاح المفتاح لانه مين بيوسطك يسمح لك انت تقطع من هالمرحله هالمرحلة؟ السياسيين بدهم كف اليد يقعدوا على جنب كيف فيك تقعدهم على جنب فيك تقلبهم اليوم بانقلاب عسكري فيك تقلبهم بثوره اليوم عم بحكي اليوم بدك انت خطوات سريعه تعرف كيف فيك تقلبهم كيف تقلبهم وقت انت هني فتحوا رماني وما عم بيعرفوا يسكروه امبلي يعني امبلي الرماني بايدهم ومش عارفين كيف بدهم يعملوا، بدها تفقع فيهم تفقع فيك. بدهم يرجعوا يسكروها، مين بده يسكرها؟ بدك انت تعطيهم الحل تيسكروها، هن اوعك تفتكر أنهم متعلقين اليوم بالحكم لانه حابين بعد الحكم، هن عارفين انه ما رح يقدروا يطلعوا شيء بقى، ولا مصاري ولا شيء، بس هن خايفين انه اذا تركوا الحكم ويجوا اشخاص ثانيين رح يكشفوا عن كل حالات الفساد يلي كانت على مدار 30 سنه، رح تفتح الملفات وين شو بيخافوا؟ ما بيخافوا منك ومني ومن سعيد ونزار، وسامي من بعضهم؟ لا بيخافوا من بعضهم انه يجي واحد يفتح الملفات على الثاني وما م. يكون في ستة ستة مكرر، اما ما يكون في توازي بين الاثنين. من هيك انت بدك تيجي تقول لهم على نطاق واسع تقول لهم بدك تعمل ديل معهم لانه ما فيك ما تعمل ديل معهم، والديل اللي بدك تعمله معهم بده يكون محك يعني ما فيك تعلق لهم مشانق مثل ما كان معمول مثل ما عملوا الاتراك باول حرب عالميه. بس انت فيك تيجي تقول لهم انتم بدكم تقعدوا على جنب بس تعالوا لهون شوي. أنتو غيركم بمحيطكم أخدتوا مصاري من هالناس اخذتوا مصاري من الخزينه حطيتوا ايدكم على المال على العام وانتم عندكم مبالغ طائله برا ردوا ردوا القسم الاكبر وخلوا مصاري بغير, بغير, دول يعني واذا ما عملتوه اذا ما عملتوه نحن رح نكشف شو عندكم هلا بتقلي مين رح يكشف هو نفتكر انه الدول الاجنبيه عم نادي وعم نطالبها انه ساعدينا لحديث ما نقدر نكشف على الحقيقه الواقعيه ما راح تساعدك إيه اذا انت ما دفشت تقدر تكشف الامور المفروض انت تشتغل لكشف الامور وتضلك كل ما في شغله تكشفها وتبينها الناس كلها تصير معها خبر طيب سامي عم بيقول أستاذ كريم انه ما بيجوز وما فينا نعلق مشانق بس الثوره وقت اللي قالت كلهم يعني كلن في مكان ما وكانها عم بتقول لا بدي اعلق مشانق بشكل رمزي إذا بتسمح لي بس كمان أستاذ ماريو وخليني أضيف إنه أستاذ كريم عم بيقول إنه في مكان ما بدك تتعاون مع الطبقة السياسية مش تتعاون تتعاون من أجل يعني تعمل تسوية اوكي لمصلحتك طيب مصلحة الوطن أوكي. أوكي. مش أوكي. مصلحتك, أوكي. مصلحتك أوكي أنا بس إذا بتسمح لي نحكى كثير عن إنه شو شو الحل إنه كيف بدنا يعني نلاقي حل كلنا اتفقنا إنه بدنا دولة بس في شغلة واحدة بحب زيدها دولة سيدة لأنه مفهوم السياده او الدوله السيده ما انه موجود عند المواطنين لأنه وقت بيكون في مفهوم واضح عن الدوله السيده بيكون في مواطن سيد انا بعرف شو مواطن من الدوله السيده مو مواطن سيد بيصير عنده بيصير رايح ينتخب لكرامته لانه هو مواطن لانه في دوله ببطل فيه لا طوائف ولا زعماء ولا مرجعيات ولا خلص هو مواطن في دولة خلصت الخبريه طيب بس بون سريع. اوكي بس سامي يوم لما بتحكي لما بتذكر هالكلمه بدي دوله سيدي في قسم كثير كبير من اللبنانيين بيقول لك سيدي يعني حصريه السلاح يعني في فئه رح تعتبر حالها انه انت عم بتوجه الاصبع على انه السلاح خلص من هون بيركب المشكل وهيدا الشيء يلي قسم المجموعات بالثوره صح ولا لا صحيح بس اليوم بدي لك شغله استاذ ماريو اليوم معلش هيدا يعني هاي معموديه نار بدنا نعملها اول على اخر مم. يعني ما فينا نعمل اليوم نلاقي حل نصفي انه يا حبله يا مش حبله ما نتفق ما في نص على نص اذا ما صار في سياده بالمعنى يعني اذا المواطن ما عارف شو يعني دوله سيده يعني رايحين على الانتخابات وسط نحن انه مش معروفه الخبريه انه انا بدي احس حالي رايح صوتي بده يكون صوت سيد هيدا الصوت اللي بدي احطه بالصندوق طيب. بيكون يكون صوت سيد انت بتعتبر اليوم انه نحن بعدنا بعدنا بقلب الثوره يعني اذا ما في صريخ بالسحات اكيد بتكون ماتت الثوره او بتكون مش صحيح. تحولت الى نمط اخر من العمل استاذ ماريو الثوره هو نمط هو وجدان هو بروسس مش معناتها انا لازم ضلني على الطريق او ضلني صرخ الثوره هي كل يوم انا لازم اكون سائر كل مواطن لبناني كل يوم لازم يصور الثوره فيها تكون بعده بعده وجهات فينا نعمل ثورة بالطريق فينا نعمل ثورة بساحة فينا طيب. نعمل عرض مدني فينا نعمل بدك وفينا نعمل ثورة انتخابية أنه اليوم عم نتحضر كلنا سوا بتصور لهيدا الاستحاء يلي هو منه آخر الدنيا ومنه أول الدنيا هو محطة مثل ما قال الأستاذ سعيد بس هيدا المحطة مهمة مهمة لحتى نحن فعلا نعمل ثورة وننقل الثورة طيب. من الشارع لصناديق الاقتراح الاقتراع في مواطنين سألوكم أنه لما صار في ستة دولار على الواتساب وضرائب صغيرة بوقتها كانت نزلت الثورة نزلت الناس على الأرض طيب وصل الدولار للعشرين ألف وتخطاه وين الناس؟ أنا بسأل هؤل الناس اللي عم يسألوا وينكم؟ ليش مين الثورة ومين الناس؟ شو نحن عم نلعب ماتش فوتبول يعني أنه في سلطة وفي ثورة وفي ناس قاعدة عم تفرج على اثنين ما حدا عم يفوت جول بالتاني زهقنا آه غير الماتش لا مش هيك القصة في واقع يا المواطن بده يحس حاله هو معنى كمان بالتغيير يا أما لا أنا اليوم إذا بنسأل على الطريق إنه خيي شو شو عامل لنا؟ شو خيي أنا؟ أنا بدي أعمل لك أنت بدك تعمل لحالك. كلنا بدنا ن... بدنا نتعلم نكون منتجين، ما حدا رح يلاقي لنا حل، ما حدا رح يصنع لنا التغيير، كلنا بدنا نعمل. ألم تكن 17 تشرين، 13 تشرين آخر وبالتالي كانت موجهة عمليا ضد العهد وتحديدا ضد رئيس الجمهورية. مش صحيح أبدا أبدا. فإذا ليش خفتت الثورة من بعد ما سقط رئيس الحكومه وطرف يمكن طرف اول شيء اول شي شي ما خفتت هو توصيف خاطئ. اول شيء ما خفتت وصل. اول شيء ما خفتت ثاني شيء الوهج من الثوره هن الناس بتطلع وبتنزل انت قليل شو عم يعانوا الناس بلبنان يعني قليل الناس شو عم بتعاني من قصص يوميات ومن وضع اقتصادي ومن سرقه شعب مسروق شعب مهدوم بيئسان يعني من بعد انفجار بيروت يعني ما حد ما فينا نلوم الثوره انه شو الثوره هي يعني انه واجب او دوام خي الثوره عم اقول لك الثوره موقف الثوره اليوم سال كل المواطنين اليوم الثوره اللي عملته عملت عملت خلقت مومنتوم هيدا المومنتوم بده يترجم بالانتخابات ضروري يترجم بالانتخابات بس على شرط انه كمان المعنيين يكونوا عقلانيين ويكونوا مسؤولين طيب. يشتغلوا لحتى عن جد التغيير استاذ نزار انتهت الثوره نظيفه وبقيت الثوره السفرات والان اوز هيدا اللي صار عمليا هيدا خطاب الوزير باسيل امبارح هلا الوزير باسيل اوكي ما راح ما راح شو حكي بس خليني ارجع على فكره 17 تشرين شو هي 17 تشرين هي لحظه وعي لحظه وعي مش مش الاشخاص يلي ب 17 تشرين مش هن نفسهم م. في مجموعات من كل شي وحتى كل واحد عنده اولويته وعنده سبب نزوله على الطريق صح يعني ما, ما يعني في ناس معتبره المصارف هي المشكل في ناس معتبره النظام الطائفي في ناس معتبره سلاح حزب الله الى اخره وبالتالي في ناس كثير نزلت كل واحد من منطلقات مختلفه ولكن في شيء محل توحد شو هو يلي كلن يعني كلن يعني بمعنى مش انه كره لكل الزعامه واحد واحد كره لفكره الزعيم وهيدي شغله كثير مهمه صح. انه قبل كانت العلاقه السياسيه كلها مبنيه بين مواطن وزعيم والدوله كلها محاصصه بين الزعامة والى اخره هيدي الفكره يلي كلهم يعني كلهم يعني معناتها هي مش بتعني بالضروره انه كل واحد من هالزعماء ما في افسد منه بس هي بتعني انه نظام الزعماء بحد ذاته نظام فاسد جدا لانه نظام قايم على المحاصصه اعطيني وبعطيك واعطيني وبعطيك هيدا الشيء اللي وحد اذا بدك يلي كان مشترك عامل مشترك تقريبا بهيدي الثوره اللي كانت عم تصير وهيدي خلقت وعي كبير، وعي غيرت برايي الانقسام السياسي الحقيقي، قبل قبل 17 تشرين كان كل الانقسامات السياسيه وهيدا عشناها بال 2015 وعشناها بال 2005 بعد بعد مقتل الحريري، كل الصراع السياسي هو زعيم ضد زعيم. هيدا الزعيم بيمثل هيدي الفئه وضد هيداك. كل الحياة السياسية قايمة على خصوماتهم واتفاقاتهم وعلاقاتهم وحواراتهم والشعب كله مش موجود بعد 17 تشرين هيدا الشيء بطل موجود صار المواطن موجود وعم بيفرض هو شو بده مش عم دايما عم ينجح بس صار عنده قدرة بالدفاع عن نفسه ما كانت موجودة قبل وكل هيدي قصة المرفق وكذا هيدي كلها مواطنين عم يتقدموا <applause> استاذ سعيد ليش قلت انه التوصيف خاطئ؟ 100% لانه الثورة منا نهار. سميت 17 مم. تشرين صح. بس هي منا نهار. هو نحن عندنا وطن موجوع. مثل بدي ارجع للتوصيف اللي اعطاه كريم. في طفل موجوع صرخ ب 17 خلص ما قادر يتحمل وجع صرخ ب 17 مين مسؤول عن وجعك؟ كان الجواب كلهم. كلهم يعني كلهم، هدول الناس المسؤولين عن وجعي. طب شو عم يوجع هون بيجي للي قالوا نزار شي عم يوجعوا الاقتصاد، شي عم يوجعوا ما في غياب الدولة والسلاح المتفلت، شي عم يوجعوا كل واحد عم يوجعوا شي طيب بس هيدي الصرخة مه. يعني نهار 17 تشرين هي الصرخة مش هي الثورة هي الصرخة للي فجرت الثورة هي الانتقال انه الثورة انه انا في شي واقع مني عاجبني انا نفضت عليه وبدي غيره فهي مسار فعشان نحن هلا بمسار الثوره الانتخابات صحيح. هي محطه من مسار ثوري طيب. طيب. مش نهار واحد ومنه ومنه الناس وهون التوصيف تبع الوزير بسيل انه ثوره الان جي وس... او مين ثوره الان جي او ثوره شو بس... ما مسار هيدا مسار في لا دولة مش بس هيك بدنا ننتقل التمويل دولة. الخارجي والتمويل الخارجي يعني صار معروف من قبل كل الناس لا داخلين. لا يعني ليه المجموعات مستحية فيما ما, أكيد ما بتقدر تشتغل سياسي إذا ما عندها تمويل لا لحظة لحظة خلينا نشوف في في مفهوم خاطئ كيف بيجي التمويل الخارجي ايه معلش هات نشوف يعني إذا لما عم بيقول لي ثورة الإن جي أوز وكذا وخبرية إذا هو بيعرف شي مرة مع شو معنات محاسبة أساساً يروح يشتغل بشي ان جي او بيعرف شو معنات محاسبه وكيف بدك تقدم وهدول هو العالم لما عم بيعطوا الاتحاد الاوروبي او بيعطوا مال التاكس تبعهم مال دافعي الضرائب عندهم هو بيتحاسبوا على كل ليره عم تنصرف مش دفاع عن هذا الموضوع بس هذا الشيء بيصير يعني ده. فهو يمكن بعيد عنه لانه ولا مره قاطع عليه هذه الخبريه شراء الذمم ما بيصير عبر قطر أه اطر اطر شرعيه اكان ان جي او هيك فما يكبروا الموضوع الخبريه بدك تشتري زمم هو والطبقه السياسيه بيعرفوا كيف بتنشر الزمم كثير منيح الشباب اللي نزلوا على الارض ما بيعرفوا لانه لما ياخذوا دعم من ان جي اوز وياخذوا دعم من منظمات دوليه عم ضمن اطار معين وضمن نظام قانوني معين بهذا المحل شراء الزمن بيصير بطريقة كتير مختلفة وهو والطبقة السياسية بيعرفوا كتير منيح كيف بتصير خليني بس أعطيك يعني عقب عيلي قاله سعيد وأكد عشي كان قاله وقت عم بيحكي عن النموذج تبعه بالجمعية تبعيته أنه هو ما عم بياخد محل الدولة ولا عم بياخد محل الحزب الان جي او عم بيتهمون وغير الان جي او شو عملوا وقت اجا انعرض عليهم لانه ما كان في ثقه من بعد انفجار مرفق بيروت الدولة اللبنانية ومؤسساتها مترهلة اجوا المنظمات الدولية قالوا نحن رح نفتح على الان او لانه في يمكن اذا بدك شكل شفافية ونزاهة الان او شو اجوا قالوا لهم؟ قالوا نحن اشخاص مؤسساتيين نحن بدنا المساعدة تتم عن طريق مؤسسات الدولة منا وجر جينا قلنا لهم في ناس مميزين بالادارة بالاداره اللبنانيه، هول بدكم تحافظوا عليهم. مثل مين؟ مين مين سميتوا؟ مين سمينا من الإدارة في كتير مؤسسات أشخاص موجودين ما ضروري أذكر الأسامي بس أوكي. في كتير من مؤسسات ومن إدارات الدولة ومن وزارات بالدولة أشخاص مميزين عم بيشتغلوا شغل كتير منيح ليه أنت بدك تغض النظر عنهم وتجي من برا وتعمل تمويل لتجي تبني المؤسسات الجديدة أنت خد على الموجود ونظم وظبط وهيك صار فعلا صاروا هن عم بيصير في تواصل مع ادارات الدولة، مع الاشخاص بالدولة لاعاده بناء واحياء هالمؤسسات. نحن الفرق بيننا وبين الاشخاص الموجودين، ما عم بحكي الاحزاب، الاحزاب ضرورية للانتظام العمل السياسي. بس نحن فكرتنا بالنسبة للاحزاب انه نخلي الاشخاص الموجودين الأمنين باحزابهم أه يبقوا يبقوا موجودين. يبقوا موجودين. أنا أنا بعلم. خليني أنا بساعدك. يبقوا موجودين من هالميل وهلا فيه يلا بتكفي يعني. عقلي مش الحال يبقوا باحزابهم بس بتشدهم انت على فكره المواطنيه ومن خلال احزابهم يكون في حياه سياسيه منتظمه وديمقراطيه 100% وخليهم يكونوا هن الاكثريه وخليهم الاحزاب الثانيه اما المجموعات الثانيه بدها تشكل حالها احزاب تكون هي معارضه بس في تداول بالسلطه بيصير ساعات انت هدفك المؤسسات نحن من وقت الرئيس فؤاد شاب تاريخ اليوم نسينا شو معناتها طيب. المؤسسات. انا ب... كل هالحديث اذا وبعتقد باعتراف الكل يمكن اليوم سأبتوا اربع ضيوف في تجانس غير مقصود لانه نعم نتمناه عند كل مجموعات المعارضه بس للاسف مش هيدا هو الحال والدليل اللي واجهته حضرتك بانتخابات نقابه المحامين، صح؟ ما هو ما, ما بدنا نصور الموضوع مثل ما انه كانه هو فشل باللي صار بين ابو محمد انا يمكن يمكن بيرجع بيحكي نزار لانه هو كان عراب التوافق يلي م. كان موجود من بين عرابي التوافق انا ما ما لقيت انه كان موضوع فشل ابدا بدي انظر له بطريقه موضوعيه بس كان بس اكيد المعارضة عم بتحط تويت على بعض انا اللي اكتشفته استاذ ماريو لا استاذ انا اللي اكتشفته وصلت لي. على انيعه انه الأنيعة ما فيك أنت تعمل شيء إذا بدك ضد الطبيعة المعارضة عنا أما الثورة عنا رح سميها معارضة هي معارضتين معارضة ثورية ومعارضة مؤسساتية المعارضة الثورية منا مقابلة بالنظام بدها تقلب النظام وبدها تغير النموذج وبدها تجي على نموذج جديد مش يعني عاطل هيدا تفكيرهم هيدا عملهم السياسي وهيدا المسعى تبعهم وعندك معارضة تانية لحظة قلب النظام من أبي أبي أي وسيلة. بأي وسيلة بأي وسيلة كانت بأي وسيلة, كانت بالنسبة لهم بلبنان يمكن يعني استراتيجيه خاطئه يمكن اما بيقولوا لك هن بالنهايه رح نقدر نقلب النظام عن طريق الانتخابات اما غير الانتخابات اما عن طريق انه كف اليد يلي كان انا نعم. يعني مني محل متقادر ادلك على الطريق وفي عندك و... معارضه مؤسساتيه معارضه مؤسساتيه شو معناتها معناتها انك انت رح تدخل ضمن لعبه المؤسسات تروح على الانتخابات تخسر بتربح يلي كان أه بيكون عندك حصه بتكون بيضه قبان بتقدم اقتراح قوانين تاخذ وقت القصه تقدر تنجح هلا بهالمعارضه المؤسساتيه انت معقول تقبل اشخاص كانوا موجودين بالحكم بوقت من الاوقات اذا م. انت قدرت تتأكدت انه ما في شبهات فساد عليهم اما في شبهات ارتكبوا اعمال تخل اذا بدك بالمبادئ والقيم اللي عندك ياها كثوره بس الثوره ما رح تقبل المعارضة الثورية ما رح تقبل يكون في أشخاص وتقول لك أنا بقبل أشخاص وبستثني أشخاص تانيين من هيك ما فيك تشي أنت تلم الشمل للكل خلي في الحد الأدنى على القليل لا في في تقاطع يعني خلي كل واحد يروح بمساره اليوم بطريقة شفافة بس الهدف شو هو هدف المشروع نحن يلي عم ننسيه اليوم إنه ما عم نروح على مشروع وعلى فريق عمل متجانس بده يكون هو نوعا ما البديل اما بده يكون هو المرجعيه يلي بدها تقدر يكون في نوعا ما حديث معه طيب. اعتبر اليوم عم بيجوا من برا رئيس اجنبي اما وزير خارجيه من دوله اجنبيه بدها تجي بده يجي يحكي مع حدا من المعارضه مين ما مين بيحكي مين بيمثل اليوم بيعتبر حاله عم بيمثل اطياف المعارضه بس بدك هاي انت تجي واصطدموا فيها الزوار الخارجيين اكيد بس بدها وقت بدها وقت لانه انت بس انت بدك تحط نصب عينيك انك بدك تعمل مشروع وبهالمشروع بدك تعمله بده يكون قدر المستطاع واقعي وموضوع مش بس شعارات، يعني وقت تيجي تحط بالعنوان تبعك بالمشروع تبعك بدي اعمل اصلاح تنقول للنظام الضريبي بلبنان، بدك تشوف كيف هالنظام الضريبي يتاقلم مع الوضع اللي انت موجود فيه، بدي اعمل اصلاح بالاداره، ما فيك تيجي تقول انا بدي طير كل الناس من الاداره وحط ناس محله، ما في ناس عندهم حقوق مكتسبه، بدك تشوف انت كيف بدك ترجع تاهل قسم منهم لحديت ما وقت عندك شغور بوزاره ترجع تحط وقت عندك تخمي بوزاره ثانيه تقدر تشيلهم منها. كل شغله بدها تقييم على الارض، بدك اليوم مسح شامل، بدك تشخيص للمشكله وقت تشخص المشكله بتحط الحل يلي بوشها وهون هيك بتشتغل على طريقه مضبوطه، مش شعارات بتحط هيد اوف تيرمز بتعمل اربع صفحات اكاتر وبتحط شو الافكار تبعولك. طيب. أولها أه بعد بريك رح نتوسع اكثر بهيدي النقطه أه لننطلق منها لموضوع الانتخابات، امكانيات التحالف أه واذا كان في امكانيه لمشروع او الحد الادنى من المشروع الموحد قبل الذهاب الى الانتخابات النيابيه بريك ونعود للمتابعه نصل إلى هذا المحور الذي نتحدث فيه عن الانتخابات النيابية بالنسبة للمعارضة أستاذ سامي كمجموعات إذا مش قادرين تروحوا موحدين على عناوين كتير كبيرة وعلى كل العناوين على الانتخابات مش قادرين نروح بالحد الأدنى مفروض نروح موحدين مش قصة منا منا يعني اتس نوت اوبشنال يعني بالعكس لازم نروح موحدين هلا موحدين بالحد على القليل الادنى بدي اقول لازم نرسم خطه لازم يكون عندنا هدف واحد اليوم نحن عندنا معركه كثير كبيره بعد ما لازم لا لازم... نعم... لازم. لازم نحن هلا بطور نحن عم نشتغل على هذا الشيء اوكي شغله بتاخذ وقت ماريو منا مصحى يعني قبل شوي قال سعيد نحن نحن حاله يعني نحن تعرفنا على بعضنا من 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 من, من, من اشهر يعني منه موضوع نحن منا احزاب آه يعني منا نحن ناس نزلنا بعفويه صرخنا لانه صوره 17 تشرين اكتشفنا بهالنهار انه البلد ضايع تعالوا نشوف كيف بدنا نلاقيه هيدي شغله بتاخذ وقت اللي عم نعمله نحن اليوم عندنا خطه او عندنا هدف لازم كلنا نتفق عليه انه في استحقاق عم نحارب سلطه صار لها 40 سنه متحكمه وكلهم هن حلف واحد ضدنا فممنوع يكون في انا برايي آه ليش ما مطرح. تبقى انه حلف حلف واحد ضدكم ما هني كمان يمكن لانه حرب وجوديه عندكم انه الاحزاب ما حدا بده مع حدا بس حرب وجوديه لالهم يعني اليوم انت جاي عم تقبع سلطه سلطه منظومه بالاحرى يعني متشاركه بطريقه او باخرى مع بعضها واجت هالثوره فجاه عملت هيك مثل انه يعني عملت هيدا البالانس فاكيد انه بل بحكم التحالفات والقانون و وا و وا و رح يكون في تنسيق بين هالمنظومه كيف يعني نحن اليوم عم نواجه المنظومه كلها فمشان هيك لازم الوعي الوعي لازم يكون كثير كبير انه الخلافات الصغيره فينا نتركها لبعدين اليوم لازم نحط قدام عيننا هدف واحد ما في غيره كرمال الناس انت عم تحكي عن خلافات صغيره معقول تكون خلافات صغيره عم بتفرق عم بتفرق اهداف كبيره بهالحجم اكيد اكيد لانه برجع بقول يعني اهون من الدوله يعني معناتها الاشخاص اللي عم اللي عم يشتغلوا على الموضوع مش هالقد تمام اكثر لا بالعكس اليوم في وعي عم برجع بقول في وعي في ناس عندها حكمه عندها عقلانيه وهي اللي لازم عن جد يعني عندها دور كثير كبير هي مسؤوليتنا كلنا سوا انا برايي لازم نطلع بالهدف كيف فعلا نغير المنظومه الثوره هي الناس الناس من مختلف التوجهات والافكار، الثورة فيها من اقصى اليسار لاقصى اليمين، كل واحد عنده مشروع، كل واحد عنده رؤية، كل واحد عنده فيجن، ولكن فينا نتفق كلنا سوا على منظومة فاسدة لازم نغيرها تنجز التغيير. طيب، أستاذ نزار انطلاقاً من هذا الكلام، صحيح أنه البوينتاجات بتبين أنه أحزاب السلطة كلها سوا بحالة تراجع، بيختلفوا على قديش قديش النسبة، بس هل يعني أنه هالناس اللي تركت الأحزاب هي حكماً أصبحت ستنضوي حكما بلوائح المعارضه او تؤيد لوائح المعارضه؟ اكيد لا طيب معناتها ناقص الليدرشيب لا مين؟ ناقص كثير اشياء مثلا ناقص الديمقراطيه بشو؟ انت مش ببلد ديمقراطي انت اليوم ببلد كله حاجات البلد اليوم الفقر زاد فيه بشكل مش مش طبيعي بظل ثقافه انتخابيه قايمه على الرش على الرشوه والعطاء وال... والهبات والى اخره انت اليوم عم تخوض نحن آآ اذا اذا بتقلي شو اللي بقول لك نظام زعمه يعني نظام غير ديمقراطي هيدا هيدا نظام ديكتاتوريات دي مجتمع مع بعضها هيدا مش نظام ديمقراطي لحتى نعتبر فيه انتخابات ديمقراطيه ما فيها تكون ديمقراطيه نحن شفنا نقابه المهندسين مثلا 80% من الناس صوتوا ضد احزاب السلطه هيدي لانه طبقه وسطى طبقه وسطى مرتاحه والى اخره وما عندها حدا عم بجرها لتحت. من هيك مشان هيك جرى إعدام الطبقه الوسطى؟ وحدا عم بيستغل حاجاتها، إيه مشان هيك عطت دليل لما إذا كانت الإنتخابات ديمقراطية حياة هيدي النتيجة بدها تكون 80% ضد أحزاب السلطة وراح يصوتوا يمكن للمعارضة بس حتى يقولوا لأ للسلطة. بس لما نجحتوا بالانتخابات نقابة المهندسين، كان في شخص اشتغلتوله، اليوم إذا المواطن اللبناني ما بدك تفرجيه أشخاص يقدر يحط ثقته فيهم يكونوا كاريزماتيك عندهم شيء يقدموا يعني يقدروا يقودوا هالمشروع اللي انتم عم تشتغلوا عليه ليش بدك المواطن ينتخب؟ هلا كمان مرة يعني ما لازم نحكي بالجمع لأنه مش الكل مثل بعضهم بس مثلا مسابين الليلة بدي ارجع يلي قالوا كريم، بدي ارجع يلي قالوا كريم قبل شوي. إيه إنه أنا ما بدي يعني نحن إذا جينا اليوم عم نقول شو صار تغيير قبل ما كانوا يفكروا بشي مصلحة عامة حولوا الدولة كلها مصالح خاصة وفئوية انت اليوم جايب المعارضة بخطاب جديد بدك تحكي بالمصلحة العامة طيب. بدي جيب الناس الأكفاء للمراكز م -م. بدي جيب مين الشخص يلي قادر فعلا يشغل مؤسسة انا ما بيكفي انتخب نائب محامين ونرجحت وها وها وها, انا بدي جيب نائب محامين قادر يدير المؤسسة بطريقة جيدة ما قدرت وصلت كريم طيب. انا انا كان كان خياري اكيد كان كان وكان برأيها هيدا الشخص المناسب لهيدي الوظيفه بهيدي الفتره يلي نحن فيها اختلفت ال... اختلفوا ال... ال... لازم يجمعوا على كريم، اختلفوا على الصغيره ولا على الكبير. انا برايي ما صار حسن اداره المصالح الخلافات المصال... يلي بيناتهم، والمعارضه اليوم اذا بدها تقوى هلا نحن طالعين من فتره تقريبا كان في تجديف للحياه السياسيه مش موجوده، وبالتالي بلشت الحياه السياسيه من اكتوبر 2019 شوي قبل هيدي بدها وقت هلا هل للاسف نحن ما معنا كثير وقت كمان لانه المجتمع عم بيخسر وكذا بس كمان في شغلات ما بتصير بين يوم والثاني فهيدي حسن اداره الخلافات تجاوز هيدي النرجسيه تبع كل مجموعه لحتى بالاخر انه يوصلوا لحتى يلاقوا المشترك بيناتهم والجوهر بيناتهم ويفوتوا بمشاريع ويعرفوا يختاروا الاكفا هيدي بدها وقت للاسف السلطة عم عارفة هيدا الشيء ومشان هيك سرعت الانتخابات او عم جرب تسرع الانتخابات. هلا لوين بدها تروح؟ انا برايي الموقف الحكيم انه نقول نحن الانتخابات هي وحدة من المعارك صحيح بس هي مش كل المعارك. ومعاركنا وين ما كان منتشرة على طول الوطن. معركة بالقضاء بهيدي القضية بقضية رياض سلامة بقضايا أخرى كلياتها هيدي معارك بتحرز انها تنخاض والمجتمع لازم يكون موجود فيها وهون وهيدي هي كل عمليه الوعي كيف بدها تطلع وتنزل فانا هيدا هيدا بس الراي طبعا اذا بتسمح لانه في شغله مهمه بدي مجبور صححها انا على الاعلام تزيل الابهام شوي واللغز اللي صار وصل لك شيء؟ لا لا ابدا ابدا ما شفت تليفوني بس موضوعه بيعرف نزار موضوع انا المحامين انا ما كنت مرشح حالي انا طلب مني رشح حالي انا ما كنت راغب بهالموضوع من المجموعات المعارضه لا انا عليك. لا 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 تلافع. تلافع. أنا, انا لحظه بس <applause> المجموعات كلها اتفقت على اسمي <applause> واتفقت على البرنامج اللي كنا ماشيين فيه اختلفوا على وجودهم كلهم بنفس الليحة هذا الخلاف صار وانا كنت حاطط شرط انه ما بمشي بالانتخابات اذا ما في مشروع واحد وليحة واحده بتضم كل اطياف المعارضه لانه المعركه اللي بدنا نفوت عليها هي معركه هي اكيد مهنيه اول شيء بس كمان وطنيه اختلفوا من, من يكون على اللائحه بس ما اختلفوا على ولا على اسم النائب ولا على المشروع اختلفوا على انه يكونوا كلهم موجودين مع الليحة اللائحه فاقتضى التصويت ما يا ريتك ما وضحت لي بس التصويب. على التصويت استاذ كريم <applause> آه. كريم ونيك سعيد ما مش سعيد طيب مش <تصفيق> سوري. <تصفيق> آه. <تصفيق> في مواطن ضايع صح مواطن ما بده خلص زاح ما بده ينتخب مثل ما كان ينتخب قبل ومش عارف وين بيروح هذا شو بتصنفه آه في هذا آه بالنسبه للبونتاجات اللي عم تقول عنه في نسبه تراجع اللي حطت انه في 60% من اللي انتخبوا المره الماضيه هيدا الانتخابات ما حينتخبوا 60% من اللي انتخبوا المرة الماضية ما راح ينتخبوا؟ ما راح ينتخبوا ما رح ينتخب. ولكن بس 3% منهم مستعدين ينتخبوا من مكان غير السلطة الحالية هذا بدل على شيء اسمه الناخب الناخب والمواطن المحبط نجحت الطبقة السياسية بإحباط المواطن إنه خياب تكون معي يروحوا بالبيت فأول بس تحدي له هيدا لصالحها طبيعي ليش؟ لأنه هي بعدها محافظة على الأربعين بالمية له. فأينما للقوى المعارضة أو أحالة الاعتراض بس جايبة لحد هلا 3% عم نحكي لليوم عشان هيك أول تحدي عندنا كلنا إنه نظاهر هول الناس من حالة الإحباط الموجودة هذا بيتطلب كذا شغلة بتلحق بهالفترة؟ بيتطلب كذا شغلة هيدي معركة بيتطلب كذا شغلة أول شيء إنه الأطراف السياسية الموجودة عم تزيد من حالة الإحباط يعني لما يكون في عندك انه تاخرت الحكومه تنشوف مين وزير الداخليه ومين وزير العدل بس رغم انه مش هي مش هيك الموضوع بس هن ظهروها بهيدي الطريقه م. كرمال يحطوا ببال الناس انه أما ما هن حيرجعوا يزعبروا بالانتخابات فنحن ليش بدنا نكون فهذه بتزيد حاله الاحباط وهو مش دقيق لانه تاثير وزير الداخليه كشخصه الكريم على الانتخابات هو تقريبا 0% بيرجع بيطلع عندك فاذا ليش كانوا مهتمين هالقد؟ لا لا لتسمية المزيد بدهم يزيدوا حالة الإحباط. إنه بس بدهم يزيدوا حالة الإحباط، بدهم يلاقوا عرقلة ليش إنه نحن بدنا نأجل م. نعمل الانتخابات بغض النظر يعني مثل هلا إنه أرقل. بل... فجأة إنه رغم إنه نحن لازم نكون بحالة حداد يومية، طلع دولة الرئيس أعلن نهار الجمعة حالة حداد، كرمال نوصل مع الفرصة ونروح نهار التلاتة نرجع لل للحصنات النيابية، ما هيدي كلياتها ما بيتزاكوا علينا بس نحن اوقات من القطن نيجي لحاله تانية عندك هيئه الاشراف على الانتخابات والاهم من هيك لانه بيجي هيئه مستقله للانتخابات بمجرد وضع هيئه مستقله للانتخابات يعني اخراجها من هيدا هيدا بتزيد حاله الكونفيدنس حاله الثقه بالنفس بالعملي الصئة بالعمليه الانتخابيه مما بيظهرهم من حاله الاحباط هيدي حيدمروها تاخير انشاء هيئه الاشراف كمان عم بدمروا بعد عم بزيدوا بحاله الاحباط لانه انشاء هيئه اشراف من ناس مختصين وبيقدروا يعملوا بتزيد من الثقه تبع الناخب بالظهر من حاله الاحباط وهن ما بدهم هذا يعني مرحله بعد مرحله بيصير المواطن او الناخب بيقول خلص شو ما خلص طالعين 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 فانا ما بدي اشارك فانت رغم حتى وبيجوا كمان بيجوا في عندك ايه ما هن مش مجتمعين ايه ما هن منهم بلايحه وحدة ايه ما هن ببلشوا يحطوا لك كثير عراقيل بهذا المحل بس انتم عم بتساعدوهم لما انتم مش هون تخبرك شغله هون تخبرك شغله بمحل آه في مثل بيقول اللي احترق من الحليب بنفخ على اللبن صحيح خي لما شايفين نحن الحركه السياسيه والعمل السياسي كلياته على من اول ما وعينا من اول ما بلشنا نشتغل سياسي من مش من ايام من اول ما وجد لبنان هو قائم على تسويات وحصه ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، طبيعي للي انتفض على كل هيدي الحاله لما بده يجي يبني بالسياسه يكون خايفان يكون بقول لك لا بركي فلان وبركة فلان وبركي فلان، ب زمنيه اللي قالها سامي بالمهله الزمنيه الصغيره بعد ما انبنت الثقه وطبي يعني منطق غريب بيكونوا اذا كلياتهم اجوا مع بعض هيدا السؤال اللي عم جرب من هون عليه الجواب من اول حلقة من هون الحلقة. من هون ايه تاخرنا اذا الهدف هو الانتخابات النيابيه بس لا ما تاخرنا ابدا اذا الهدف هو استرداد الدوله لانه اذا بنطلع كلياتنا على الانتخابات النيابيه انه محطه بس بدنا نكفي شغل مع بعض وبدنا نضلنا نشوف ونعمل امتحانات للثقه بين بعض كرمال نقدر نبني بمحل ما للمحطه اللي بعدها ابدا ما بنكون تاخرنا، بس اذا نحن ما حاطين بوجنا الا الانتخابات اللي هي بعد اربع اشهر اكيد كثير تاخرنا، تاخرنا مش هلا، تاخرنا اربع سنين. صح. مش تاخرنا اربع اشهر، تاخرنا اربع سنين. ولكن بمجرد ما نطلع لها انه هي محطه ونحن مكملين نضال بكل النقاط بقضيه من هون، بقضيه المودعين من هون، بقضيه طارق البطار من هون، بقضية تفجير مر... ب... باستكمال التحقيق للي صار صح بالطيونه وبدنا نعرف شو صار بالطيونه صح بكل هولة كل وحده معركه وكل معركه بتقوينا وبتزيد الثقه بيناتنا وبتبرغل المندسين في حال كان في مندسين من بيناتنا وهون عليه في شغله قالت دوله سيده ودوله سياديه خي دوله انه معقول تكون دوله مثلا مرتهنه ما الدوله الدوله بكل ما للدولة من معنى يعني دولة سيدة نفسها حكمة لازم تكون دولة سيدة نفسها ولا ما بتكون دولة أساسا طيب. لما بتكون عم بتقول أنه المنظمات اللي بتجي من برا بدها تتعامل معكم أو بكرة بعد الانتخابات مع الطبقة اللي بدها تفرزها الانتخابات لأنه بالنتيجة بدها تتعامل مع واقع مع خيار الناس شو ما كان صح ولا لا مين مين معنا؟ مش معنا هني بدأت تتعامل مع الاشخاص اللي عم بيشتغلوا بالشان العام بدون ما يكونوا نوعا يعني حكما بمراكز مسؤوليه طيب وقت رح يصير الانتخابات بعد الانتخابات طب يعني الاكثريه اللي بدها تجي هل رح تكون اكثريه يعني بدها تكون حكومه وحده وطنيه مثل ما درجه العاده من التسعين لتاريخ اليوم اما بدها تكون حكومه لون واحد وإذا ربحت المنظومة لا بدها تكون حكما حكومة اتحاد وطني يعني بده يكون القرار نوعا ما ينعمل عليه بلوك مم. ليه بلوك؟ لأنه ما حدا مستعد يعطي تنازلات بدك تضلك بنفس الدوامة يعني بدك تضلك بنفس الحلقه المفرغه عم تبرم عم تبرم عم تبرم عم بتقولي اذا خسروا خسرانين واذا ربحوا خسرانين اكيد خسرانين بشتى الحالات هذا اللي عم بيقوله سعيد صح نحن الناس اللي عم تتطلع اليوم على التلفزيون عم بتشوف في اربع اشخاص موجودين هون عم بيعطون نوعا ما نوع من الامل يعني ما عم بيشوفوا بوجههم اشخاص محبطين عم بيشوفوا بوجههم اشخاص موضوعيين عقلانيين عم بيقولوا في مشاكل ويمكن حتى تجي الانتخابات وما تكون الانتخابات آآ آآ بالطريقه اللي انتم معتقدين من النتائج اللي انتم متوقعينها ومتوقعين بس المشوار رح يكفي لانه بلش المشوار في وعي صار يعني شو هي اهميه 17 تشرين مثل ما كان عم ينقال مثل ما الكل قالوا 17 تشرين كان تاريخ تاريخ التغيير تورنينج بوينت بيسموه بالانجليزي اوكي هالتورنينج بوينت اللي بلش فرجى انه في ذهنيه جديده بهالبلد وفي شيء حط خط فاصل ما بين الماضي والمستقبل يلي بعد ما وصلنا له يلي نحن بدنا اياه هون بدك تشتغل ولا دولة وصلت على المبتخب ولا شعب وصل على المبتخب إلا ما كافح نحن الكفاح تبعنا ما في يصير لانه نزلنا واذا بدك عملنا مظاهرات على شهر شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه لا الشغل بده ينشغل بده ينشغل مظاهرات بده ينشغل فعليا تقدم مقترحات بدك تشوف تتابع كل التحقيق عم بينعمل لتوصل على نهايته وترجع مثل ما قال معالي الوزير اليوم عم بقول لك انه بده النتائج تبين ما بده يصير مثل بباقي التحقيقات، بدك تلحقه لمعالي الوزير وتقول له انت كنت بحلقه آه نهار الاحد ب 17 تشرين وقلت انت هيك. وعدت انه يكون في آه نتائج، هيدي هي المحاسبه اللي كان عم بيحكي عنا عم بيحكي عنها نزار وعم بيحكي عنها سعيد، المحاسبه يعني بدك تعطي اليوم نتيجه اللي انت وعدت فيه هل انت حققت اما ما حققت اذا ما حققت بدك تتحاسب على اللي وعدت فيه وما حققت أستاذ سامي قبل ما اختم مع استاذ نزار انت متوقع تغيير جذري من بعد ما يعني العصا هزت او متوقع انك تنتقل بالانتخابات الى مرحله انتقاليه تكفي فيها كاكت عم بحكي كاكت وككل يعني انا برايي عم اليوم عم نحكي شوي عن المعارضة والثورة كيف بنفكر نعم اليوم في ناس آه بعدها متمسكة بسلطة بلبنان القديم وفي ناس عم تطمح وعم تتأمل وعم تجرب تحلم بلبنان الجديد هاي الانتخابات محطة ولكن هاي المحطة ايه بدنا اياها تكون محطة ناجحة بس مش يعني انه وصلنا على الترمينوس يعني مش مش اخر يعني انه نحن بدنا نضلنا عم نناضل كل يوم قبل الانتخابات بالانتخابات وبعد الانتخابات تنعمل دولة بس نعمل دولة بنرتاح وحتى بس نعمل دولة بدنا نضلنا عم نناضل لحتى تبقى هالدولة دولة يعني هيدا مسار انه التغيير ما منا كبسة زر او الثورة ما منا شغلة انه اليوم آآ آآ 17 يعني اليوم ثورة بكره لا مسار طويل وفي جهد وفي بروسس متعب طريقنا طويلة بس بتودي اذا كلنا كنا مع بعض استاذ نزار بالرغم من هالمعطيات هيك اللي يعني الـ اللايت يلي عم بتقدموها بتعتبر انه هالانتخابات هي محطه مصيريه بالنسبه للبنانيين نظرا لوضعنا الاقتصادي لا. لا انا بعتبر انه الانتخابات ما راح تكون معركه مصيريه راح تكون احدى المعارك يلي راح تفرجي وجه بشع للسلطه لانه راح نشوف بالعين المجرده الغش والمحاوله الرشوه للناخبين يلي ما بقى بدهم هيك سلطه وهيدا شيء بتصور كلنا صرنا عارفينه فبالتالي انه رح تكون مرحله اخرى لفضح السلطه واسقاط اللي سام عنا واظهارها على حقيقتها وبالنسبة لألي المعركة الكبرى بتستمر بكل أشكالها على كل المستويات وبكل المؤسسات وداخل كل إدارة وداخل كل قضاء ما بقى فينا نعيش بدوله ما فيها اداره محايده ما بقى فينا نعيش بدوله ما فيها قضاء مستقل هيدا الشيء صار كتير صعب على المواطن انه يقدر يتحمل شكرا لك استاذ نزار استاذ سعيد استاذ سامي واستاذ كريم بتشكركم اهلا وسهلا مشاهدينا الحلقه انتهت اللقاء يتجدد الاحد المقبل تصبحوا على خير